لكل طالب بيسمعنا واحنا سوا، لكل طالب بيشكي ومن الدروس انكوى، ايدكم في ايدنا هتتحقق امانينا، بجهودنا دايما معاكم في مدرسة على الهوا. ابنائي وبناتي، طلبة وطالبات الشهادة الثانوية، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة على الهواء ولغة أضداد اللغة العربية. قبل أن ندخل مباشرة في هذه الحلقة، دعونا نبدأ بالتحية للأستاذ الفاضل والمعلم الجليل الأستاذ محسن العربي الخبير بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محسن. أهلا بك أستاذ محمود. أستاذ محسن، بدأنا في الحلقة الماضية مع نص صخرة الملتقى للدكتور إبراهيم ناجي، نعم، ونحن اليوم بمشيئة الله نكمل هذه الحلقة مع ذلك النص أيضا حتى ننتهي منه بمشيئة الله مفندين لكل كبيرة وصغيرة في هذا النص. بمشيئة الله. نبدأ في هذه الحلقة بإذن الله من البيت التاسع. ذلك البيت والأبيات التي تليه ماذا تقول يا أستاذ محسن؟ تقول هذه الأبيات كما يظهر أمام أبنائنا على الشاشة الآن: فيا صورة في نواحي السحاب رأينا بها همنا المغرقا، لنا الله من صورة في الضمير يراها الفتى كلما أطرقا، يرى صورة الجرح طي الفؤاد ما زال ملتهبا محرقا، ويأبى الوفاء عليه اندمالا، ويأبى التذكر أن يشفقا، ويا صخرة العهد أبت إليك وقد مزق الشمل ما مزقا، أريك مشيب الفؤاد الشهيد والشيب ما كلل المفرقا، شكى أسره في حبال الهوى وود على الله أن يعتقى، فلما قضى الحظ فك الأسير حن إلى أسره مطلقا. هذه القصيدة كما يعلم أبناؤنا الأعزاء أستاذ محسن من الشعر الوجداني، نعم، ذلك الشعر الذي ينتمي إليه هذا النص، وكذلك تنتمي إليه المدرسة التي تمثل هذا النص وهي مدرسة أبولو. أبولو. أستاذ محسن، يعني نثير لعاب أبناءنا الأعزاء، نعم، بذلك السؤال الذي نفتتح به تلك الحلقة إن شاء الله. وهذا السؤال قد أشرنا إليه في حلقة سابقة، لكن نود أن نقوم بتمهيد يعني يثير عقول أبناءنا الأعزاء. تفضل. هل ترى تناقضا بين إحساس شعراء أبولو بالحزن والتشاؤم وبين حبهم للطبيعة؟ هم أحسوا بالتشاؤم، نعم، وفي نفس الوقت أحبوا الطبيعة تماما، وهنا يقول النقاد لا تناقض. تمام. ليه؟ يقول لك: من رأى الوردة الجميلة أعجب بها، نعم، إلا أنه لطول تأمله لها يدرك أن لها نهاية، نعم، فيحزن لنهايتها. تمام. وهذا شأن الرومانسيين، الإحساس بتاعهم يا أستاذ محمود مفرط، تمام، مجاوز الحد. نعم. لما بيشوف الحاجة ويبقى مبسوط عشان شافها، بيتأمل هذا الشيء فيدرك أن هذا الشيء لا بد أن ينتهي، تمام، فيحزن. نعم. لأنه له نظرة يعني عميقة للأشياء، وهنا كأنه يعني يدور في فلك مدرسة الديوان أيضا. تمام. فلا تناقض بين الإحساس بالتشاؤم وبين الإعجاب بجمال الطبيعة، وهذه خصيصة من خصائص مدرسة أبولو في الشعر العربي. إذن لا تناقض بين إحساسهم بحب الطبيعة والتأمل فيها وبين الحزن والتشاؤم الذي يشعرون به، نعم، لأن إدراكهم لحقيقة هذه الطبيعة الجميلة ونهايتها يجعلهم يشعرون بذلك الحزن الدفين، نعم، والتشاؤم أيضا. أستاذ، نعم، محسن، بداية الأبيات تقول: فيا صورة في نواحي السحاب، نعم، رأينا بها همنا المغرقة. نعم. يا صورة، كثير من أبنائنا الأعزاء على صفحة البرنامج، صفحة مدرسة على الهواء،
وكذلك في صفحاتنا الخاصة بمحسن يعني يسألون عن نوع ذلك المنادى، وهم يعلمون أن المنادى أنواع متعددة. فلو قلنا إن المنادى هنا وهذا خطأ، لو قلنا إنه نكرة غير مقصودة وهذا خطأ، هل الصخرة التي يناديها الشاعر غير مقصودة؟ هو يقصد صخرة بعينها، لأن هذه الصخرة تقع في مدينة المنصورة وكان يلتقي عليها مع محبوبته. تماما. ولكن ما الذي جعل الأستاذ محمود يجزم بأنها ليست نكرة غير مقصودة؟ تمام. أن الشاعر هنا يقصد صخرة محددة عنده. نعم. ولو كانت نكرة غير مقصودة إذن هو يتحدث إلى أي صخرة؟ نعم. يعني عندما أقول يا مؤمنا يا من أنت بس مؤمن. الطالب هيقول لك هو نصبها. تماما. وهو نصبها هنا يبقى هي نكرة غير مقصودة. تماما. هذا هو قول الطالب. نعم. ولكننا نقول له إن هناك قاعدة تقول إذا كانت أو إذا كان المنادى المنون موصوفا يكون شبيها بالمضاف. شبيها بالمضاف. إذن هو يقول يا صخرة في نواحي الصخرة. طب الطالب برضه هيسترسل معك أستاذ محمود يقول لك طب هي النكرة موصوفة فين؟ نعم، نقول في نواحي الصحة. تمام. شبه جملة. يعني شبه جملة هي بعد النكرة. نعم، والقاعدة تقول يا أستاذ محسن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. تمام. يبقى طالما إن جه وراها صفة يبقى صارت في عدادي الشبيه بالمضاف. بالمضاف. تمام. تمام. نعم. يبقى منصوب لأنه شبيه بالمضاف. نعم. فهو يقصد صخرة بعينها. نعم. تماما. هذا في قولنا عن الصخرة. ولكن نعم. هنا يا أستاذ محسن. تفضل. فيا صورة. هل هذه تشبه ما قلناه عن الصخرة؟ يا صورة في نواحي السحاب. نعم. الصخرة كانت صخرة الملتقى. تماما. هذه الصخرة التقى على أرضها مع محبوبته. تماما. ولكنه عندما نظر إلى الطبيعة، وهذا شأن الرومانسيين جميعا يندمجون في الطبيعة، وهذه خصيصة من خصائص مدرسة أبول، الاندماج في الطبيعة. تمام. والإعجاب بها. طب قبل ما نندمج في الطبيعة أستاذ محسن ياخدنا الاندماج، هناخد فاصل قصير ثم نعود مع أبنائنا الأعزاء. فاصل ومن بعدين إن شاء الله نتواصل، تابعونا. رجعنا لحضراتكم من جديد، اهلا بكم، ودعونا نجدد التحيه بضيفنا الجليل الاستاذ محسن العربي الخبير بوزاره التربيه والتعليم. تحياتنا لحضرتك استاذ محسن. اجمل تحيه لاستاذنا القدير الاستاذ محمود زكي. كنا مع البيت الثاني يا استاذ محسن اللي بيقول فيه الشاعر فيا صخره جمعت مهجتين، وقلنا ان نوع المنادى هنا هو شبيه بالمضاف عشان اتوصف بالجمله الفعليه. لا، متوصف بالجمله الفعليه. وفيا صوره في نواحي السحاب وصف بشبه الجمله، ولذلك ايضا هو يعني شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف. تمام. نعم. طيب تعالى كده نحلل مع بعض يا استاذ محسن لابنائنا الاعزاء اللغويات اولا قبل ان ندخل في تحليل تلك الابيات بلاغيا وايضا بالشرح والتفصيل. فيا صورة في نواحي السحاب. الفاء حرف عطف. تمام. يدل على الترتيب والتعقيب والنتيجة، وهذه خصيصة من خصائص مدرسة الديوان، ألا وهي الوحدة العضوية، فكل نعم. بيت يسلمه للآخر. نعم، تماما.
ي حرف نداء للبعيد، لأنه ينادي على بعيد، وهو صورة الأحزان التي انعكست على نواحي السحاب. نعم. الصورة رمز لكل شيء جميل، ولكن قد تكون الصورة مصدر حزن وألم إذا كانت مسببة الحزن للنفس البشري. يعني إذا كانت تعكس حزنا موجودا داخل نعم. قلب الإنسان نعم. الذي ينظر إليه. نعم. نعم، حتى يقول لك صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة، يبقى نعم. الصورة رمز لكل شيء جميل، تمام. لكن الصورة قد تكون مصدر حزن إذا كانت نابعة من الوجدان. نعم. فالشاعر حزين، والشاعر الرومانسي أو شاعر مدرسة أبولو يعكس، أو عندما ينظر إلى الطبيعة يجد أن الطبيعة وكأنها مرآة قد عكست صورة أحزانه الدفينة. نعم، وهو متأثر في ذلك بالأب الروحي الرومانتيكية، وهو خليل مطران. نعم. نعم تمام. فيا صورة في نواحي، نواحي يعني أطراف، جمع ناحية، ونكشف عنها في نحو. تمام. في نواحي السحاب، السحاب كتل متجمدة من المطر، هذه الكتل تتحرك بالرياح عندما يرسل الله الرياح تبارك وتعالى. نعم. الرياح فتثير سحاب، هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابة، حتى إذا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. نعم. رأينا بها همنا، رأينا يعني شاهدنا، بها يعني من خلالها. نعم. همنا يعني حزننا، والجمع هموم، وطبعا الهم المضاد السعادة والفرح. تمام. المغرق اسم فاعل من الفعل أغرق بمعنى المجاوز الحد، والمضاد المنحسر أو المتراجع. تمام. إذن يبقى لنا أن نأتي بالمعنى الإجمالي للبيت، فماذا أراد شاعرنا إبراهيم ناجي أن يقول أستاذ محمد؟ نعم، ينادي إبراهيم ناجي على تلك الصورة الحزينة التي ينظر إليها من خلال صفحة الكون في وقت الغروب، هذه الصورة التي تعكس أحزانه الموجودة في قلبه، فيقول لها: فيا صورة في كل مكان في السحاب، إذا ما نظرت هنا وهناك رأيتها، وهذه الصورة أرى فيها ذلك الهم الدفين الموجود بقلبي والذي أشعر به بسبب أحزاني وهموم. طبعا هذه الهموم جاوزت الحد. تماما. لأن التجربة عميقة، ولأن الحب قوي، والحب في تجربته مع محبوبته ترتب عليه القسوة للشاعر. نعم. الشاعر عندما نظر إلى نواحي السحاب وجد أنها تعكس صورة أحزانه. نعم. فهناك السحاب، هذا السحاب ملون باللون الأسود، واللون الأسود دليل على الحزن. نعم. والسحاب محاط بالشفق، والشفق ضوء أحمر، وهذا دليل على جراح الشاعر العميقة التي استقرت في نفسه، وذلك لفراق محبوبته. نعم. وبعده عنها. إذن يريد الشاعر أستاذ محسن أن يجمع بين هذين اللونين اللذين، السواد والحمرة. السواد والحمرة. نعم. اللذين يعكسان يعني الحالة الداخلية النفسية الموجودة في أعماق نفسه. نعم. الحزن الشديد والهم، وهذا هو السواد. تمام. وكذلك الجراح التي ينزف بها قلبه حزنا على فراق. ولذلك هو بيزود على الماضي. ايه يا استاذ محمود؟ نعم. هو بيصف، والشعراء القدماء، شعراء الكلاسيكيه، شعراء الاحياء والبعث، وصفوا ايضا. تمام. الا انه اضاف الى الوصف الجانب النفسي. نعم. وهذا هو الجانب النفسي عند الشاعر، وايضا الامتزاج بالطبيعه. نعم. نعم. فيا صوره، نادى على الصوره، والصورة لا ينادى عليها لأنها لا تعي ولا تعقل، إذن فنحن أمام لون بياني. نعم، نحن أمام خصيصة أيضا يا أستاذ محسن، وهي نعم. سمة من سمات مدرسة أبولو، وهي تشخيص. تمام. الصورة الشعرية هنا في استعارة مكنية، صور الصورة وكأنها إنسان ينادى. إذن من خصائصهم التشخيص، ومن نعم. خصائصهم التجسيد أيضا التجسيد. نعم. نعم. طيب، يا صورة،
النداء غرض التحصر. تمام، ليه؟ نعم، لأن الشاعر ينادي على صورة الأحزان، والأحزان فيها حسرة وألم. نعم، عندما قال يا صخرة الملتقى نادى للتمني. في أول النص. تمام. نعم، كان يتمنى أن تعود هذه الأيام وتلك الذكرى مرة أخرى. وعندما نادى صورة الأحزان فالغرض التحسر. أنا التحصر عايز الطالب يربط. والتوجع. تمام. نعم، والألم. والألم. تمام. نعم، فيا صورة في نواحي السحاب. يبقى الصورة دي موجودة فين يا أستاذ محمود؟ في نواحي السحاب، يعني في صفحة الكون يا أستاذ محسن. تمام. نعم يبقى كأن نواحي السحاب مرآة نعم تنعكس فيها صورة الأحزان. ده بيذكرنا يا أستاذ محسن بما فعله خليل مطران، نعم. يعني عندما قال في آخر بيت يعني أنه المرآة التي رأى فيها أحزانه أيضا. نعم. نعم، نعم. وكأنني آنست يومي زائلا فرأيت فرأيت في في المرآة المرآة كيف مساء. كيف مساء. إذن هو ديدا الشعراء الرومانتيكيين كلهم. ده ماشي على الطريقة بتاعته. نعم، وقولي لي إيه يا مرايتي؟ تمام، يمكن تكون دي نهايتي وآخر قصتي. نعم، ها؟ تمام، ما هو الكلام بتاع الغناء الشعبي جايبينه منين؟ من الأشعار. جايبينه من الأشعار اللي هي. نعم، تمام، ها؟ فيا صورة في نواحي السحاب. إذا شبه نواحي السحاب بأنها مرآة تنعكس فيها صورة الأحزان. تمام، الأحزان فيها سواد، والأحزان تؤدي إلى الجراح، والجراح تدمي الجسد، والدماء لونها لون أحمر. إذا اختلط السواد بالحمرة نعم فعكست الطبيعة هذه الأحزان الدفينة التي كانت في قلب الشاعر، وهذا يدل على قوة الحب وعدم استطاعة الشاعر أن ينسى هذه المحبوبة. نعم أستاذ محسن، كثير من أبنائنا الطلاب بيقولوا يعني هل الشاعر بيقصد هذه الأشياء عندما يريد أن يصوغ هذه الأبيات وأن يعبر بها عن عما يشعر به من والله آلام قد لا وأحزان؟ يقصد أستاذ محمود، نعم، وإنما نحن يعني الشعراء بياكلوا النقاد، بياكلوا عيش يعني يا أستاذ يعني محسن. كأننا يعني دخلنا في أعماقه وكأننا شعرنا بشعوره التحليل. في نعم التحليل. نعم تمام، لكن يعني عندما استضافت بعض المدارس الشاعر العملاق فاروق شوشة، نعم، وفي نص يقول الدم العربية الذي كان مقررا من قبل، فأخذ المدرسون، وأظنها مدرسة طبر روكسي التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، فأخذوا يحللون وهو يعني يحرك رأسه يمنة ويسرى، لم نعم يكن هذا مقصده. في مقصده أو في تمام، تفكيره، نعم ولكن هو يبتسم نعم لهذا التحليل الرائع. تمام، خدت بالك؟ نعم يعني نحن نحلل، تمام، قد يتفق معه وقد لا يتفق. نعم. إذا كلمة نواحي يا أستاذ محسن هي نعم وردت جمعا، نعم وربما يأتي الممتحن في امتحان آخر العام ويقول لماذا وردت كلمة نواحي بصيغة الجمع؟ يبقى هو جابها جمع للكسرة. ده بيدل للكسرة. على ايه؟ بيدل على كثرة الأحزان. نعم، أصل وانتشارها. أصل تمام، أصل السحاب مش ناحية واحدة، نعم، ده نواحي كتير، يبقى معنى كده ان الاحزان منتشر. مش هتبقى متمركزه في مكان واحد، ده نعم، هتنتشر. ممكن نقول كمان يا استاذ محسن لمحاصره تلك الاحزان للشاعر في كل مكان. نعم. يعني هو عايز يقول اذا اتجه يمنه او يسرى امامه او خلفه سيرى تلك الاحزان منعكسه على الطبيعه التي ينظر اليها في وقت الغروب. نعم، تمام، هذا تحليل رائع. نعم، فيا صوره في نواحي السحاب رأينا به. نقد الشاعر في كلمة به، تمام، هو فقالوا لا نقول رأينا ايه؟ رأينا فيها. فيها، نعم، لكن يعني هناك حروف رد. الجر نعم بتحل محل بعضها، تمام، ده حتى بيسموها حروف المعاني. نعم، يعني بها قالوا معناها فيها. تماما. هم إذا نستطيع أن نرد ونقول إن الشاعر لم يخطئ، لأن حروف الجر يحل بعضها محل بعض تمام. ويغني بعضها عن بعض. طيب، هل الهم يرى يا أستاذ محمود؟ لا، رأينا همنا، أكيد دي استعارة أيضا يا أستاذ محسن، مكنية. استعارة مكنية. نعم، شبه الهم بشيء مادي يرى، وهذا تجسيد. طيب، هو شبه الهم بشيء مادي، تمام، مش من صفات الشيء المادي زي المية مثلا إن هي بتغرق؟ تمام، يبقى لما يجيب صفة من صفات المشبه به فنحن أمام خيال ممتد صورة أو ممتدة. نعم ترشيح، تمام، أو ترشيح يقوي للصور. المعنى ويعمق الخيال. يبقى نعم، هو شبه الهم بشيء مادي يرى، نعم، وأتى بصفة من صفات الشيء المادي أنه وهي يغرق. المغرق. نعم، يبقى ده ترشيح للصورة أو بيقوي صورة المعنى ممتدة أو أو خيال صورة ممتد. ممتدة. نعم، طيب، أصل الكلام يا أستاذ محمود رأينا
بها همنا المغرقة أم رأينا همنا المغرقة بها؟ لو قلنا رأينا دي فعل وفاعل، تمام، وهمنا هي المفعول به، يبقى أدم الجر والمجرور على المفعول به. إذن وأسلوب قصر بالتقديم والتأخير وغرضه التخصيص والتوكيد. تمام. نعم. طب ليه وصف الهم بأنه مغرق؟ يدل على ثقل هذا الهم وشدته. تمام. نعم. هذا هم صعب. يعني يصعب الخلاص منه. يعني الهم ده شديد جدا لدرجة أنه يصعب عليه أن يتخلص منه. نعم. رأينا بها همنا المغرقة. طيب، يا صورة في نواحي السحاب رأينا بها، هو بينادي عليها ليه؟ تمام. هو بينادي على صورة الأحزان ليه؟ نعم. لأنه أراد أن يستريح من الداخل، فلعله بالنداء على صورة الأحزان أن يعني تستريح نفسه من شدة هذا الحب، لأنه وجد أن الطبيعة تشاركه. نعم. هذه خصيصة من خصائص الرومانتيكين عموما، وخاصة أبولو. تمام. يعني معنى كده يا أستاذ مصطفى، عايز أقول أنا مش لوحدي. تمام. حتى الطبيعة فيها اللي عندي. يعني معنى كده هم لما بيشوفوا أحزانهم يعني مع الطبيعة بيناجوا الطبيعة وبيتحدثون إليها، وده بيخلي أحزانهم تقل شوية أو تخف. تمام. زي الإنسان مثلا لما بيكون مهموم وبيبكي أو بيشكي لأي حد بيخفف من هم، حتى لما بيشوف غيره عنده بلوته. تمام. فيقول إيه اللي بيشوف بلاوي الناس بتهون عليه بلوته. نعم. يبدأ إيه يهدى نفسيا. طيب هل هو عدم ثقة في الناس يا أستاذ محسن، ولا من إفراط أو من فرط حبهم للطبيعة كانوا يناجونها دون غيرها؟ والله حتة عدم الثقة في الناس كانت موجودة مع مطران. ليه؟ لأن نعم. الكل كان راضخ لاحتلال الأتراك. تمام. لكن الجماعة بتوع أبولو عندهم ثقة في الناس وكل حاجة، بس هم اندماجهم مع الطبيعة كان كبير. نعم. وده خصيصة من خصائص مدرسة أبولو في الشعر العربي. نعم. يندمجون ويمتزجون بالطبيعة ويشخصون الطبيعة ويجسمونها. نعم. أظن أن البيت قد استوفى. نعم حقه. ليس هناك ما يقال في هذا البيت بعد ذلك. تمام. أستاذ محسن ننتقل إلى البيت التالي. لكن لو قال لي يا أستاذ محمود، هو جاب الفعل الماضي ليه؟ رأينا. نعم. بها همنا المغرقة، لأنه يتحدث عن ذكرى والذكريات يناسبها استعمال الفعل الماضي. يعني للتحقق والثبوت في الزمن الماضي. تمام. نعم. أو ذكرى. نعم. نعم. تمام. الأحزان اللي في القلب دي حد يقدر يخرجها من البشر؟ محدش. مش ممكن. اللي يخرج الأحزان اللي في القلب قوة واحدة. تمام. هذه القوة هي القوة الربانية. نعم. الله. ولذلك هو لجأ إليه بعد ذلك. تمام. نعم. السيدة عائشة تقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أراك تدعو كثيرا بهذا الدعاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قال لها يا عائشة، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله كيف يشاء. نعم. تمام. ولذلك شوف الشعر هيقول لك لنا الله، يعني مش هيقدر يخرجني من حالة الحزن اللي أنا فيها، وهو حزين عشان فراق المحبوب. نعم. عشان بعيد عن مواطن الذكريات. تمام. عشان هو ما طلهاش. تمام. عشان هو لم يتزوج بها. عشان الحياة هجمت عليه بمشاكلها. عشان هو غير مؤمن بقضاء الله، ولو كان مؤمنا بقضاء الله تبارك وتعالى لأراح واستراح. نعم. يا إبراهيم ناجي. تمام. من عايزه يبقى مؤمن بقضاء ربنا. انت تزوجت بأخرى. نعم. طب ذنبها ايه؟ ان انت ما تديش قلبك ليها. ها؟ وقلبك يبقى عايش مع مين؟ مع محبوبتك التانية. تمام. لان طبعا التقاليد المصرية زمان كان يقولك ايه، ممثلة تبقى رقاصة. نعم. ها؟ تمام. طب واحنا مدخلينك طب وطب القاهرة عشان تتخرج، وفي النهاية ها هتتجوز لممثلة ولا رقاصة؟ ها؟ ده انت كده هتحط وشنا في الارض كده. لا، خد لك دكتورة زيك. نعم. هذا اعتقادهم في ذلك الوقت. ده نعم. تمام. ده هذا ما كانوا ينادونه به. تمام. ولكن ربما يا استاذ محسن يعني هذه العلاقة التي كانت موجودة في سن الصبا قد اشتاق اليها عندما عاد الى الصخرة وهو كبير. نعم. وربما ايضا هو لا يستدعي تلك الصورة الا من قبيل انه شاعر، وكما قال الله عز وجل عنهم وانهم يقولون ما لا يفعلون. تمام. اذا نعود الى البيت الثاني. لنا الله. لنا الله. لنا. نعم. الله ده اسلوب قصر كده يا استاذ محمود. لنا الله تعالى. قبل التحليل. نعم. اللغوي. نعم. يعني الجلالة الله هو المبتدأ المؤخر. تمام. نعم. يعني هو قدم شبه الجملة اللي هو الجر والمجرور، الخبر المقدم. نعم. على المبتدأ المؤخر
جوازا عشان معرفة. عشان معرفة، تمام. يبقى ده اسلوب قصر بالتقديم والتأخير، نعم غرضه توكيد المعنى وتخصيصه، تمام. وده بقول عليه خبري لفظا إنشاء معنى، إنشاء معنى. غرض التعجب والدعاء. والدعاء نعم غرضه تمام، التعجب، هو نعم بيتعجب من هذه الأحزان تمام. ويدعو الله أن يخلصه منها. حتى هناك من يقول إن هذا الأسلوب يا أستاذ محسن هو أسلوب تعجب ولكن غير قياسي، لأن تمام، معروف أن التعجب له صيغ قياسية نعم، زي ما صيغة ما أفعله ما أفعله وأفعل به وأفعل به، وكذلك النداء التعجبي، تمام لكن هذا تعجب غير قياسي أو تمام على غير القياس. زي بالظبط يا للهول، تماما خدت بالك؟ نعم أهو في واحد يقول لك إيه يا لهوي، طب نعم يا لهوي دي ده ما ده تعجب بس نعم غير قياسي، تمام ها؟ قياسي واحد عشان نداء تعجبي. نعم يقول لك إيه، يعني يجي في مرحلة من المراحل كده ويقول لك يعني اللهم صل على النبي، صلى الله عليه وسلم، يبقى نعم ده ايه؟ تعجب ايضا ولكنه غير غير قياسي. قياسي. نعم تمام، لكن لما هنقول يا للهول نداء تعجبي، هو تمام نداء تعجبي، نعم، لكن التعجب في حد ذاته له صيغتان، نعم ما افعله وافعل وافعل به. به. نعم لنا الله، الله علم على اعلى ذات، نعم الله ذات، ولكن الله ليس كذاتنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طب انت عايز ربنا يعمل لك ايه من صورة؟ احنا قلنا الصورة رمز لكل شيء جميل، نعم، ولكن قد تتحول الى مصدر ألم وحزن اذا كانت نابعة من احزان النفس. نعم الضمير المقصود به النفس، بس الضمير ده معناه ايه يا استاذ محمود؟ الضمير قوة نفسية داخلية هي المسؤولة عن السلوك الإنسان. نعم ولذلك يقول لك فلان ده ما عندوش ضمير. يعني إيه ما عندوش ضمير؟ يعني يفعل المحرمات، يأكل مال الأيتام، يعني لا يستطيع مواجهة تلك القوة الدفينة الموجودة بداخله، تمام، ولا يتوجهها إلى الخير وإنما يوجهها إلى كل شر. ولكن المقصود بالضمير هو النفس. نعم يراها الفتى كلما أطرقا، يعني يشاهدها الفتى اللي هو نفسه الشاعر. الشاعر، نعم، وتجمع على فتيان، وفتية وفتي وفتي، وفتي، نعم، تماما. والمادة المعجمية فتوى أو فتية، الاثنين صح، تمام، نعم. كلما ده اسم شرط جازم بيفيد الاستمرار، الجواب جواب الشرط وفعل الشرط الاثنين بيكونوا ماضي، نعم. ولذلك يقول لك ايه، هو ورد في الديوان بتاعه يراه، بس يراها الصواب الفتى، الصواب رآها، تمام. ليه؟ لأن طبعا الفعل فعل الشرط بعد كلما، والجواب الاثنين بيكونوا ماضي، نعم. يعني فعل الشرط أترك، وجواب الشرط مقدمه الأهمية لما يراها. نعرفها في البلاغ، نعم، فقال لك الصواب تبقى ايه؟ رأيها. رأى كلما أطرق. أطرق يعني ايه يا أستاذ محمود؟ يعني أخفض رأسه إلى أسفل وأغمض عينيه، تمام، يعني مفكرا ومتأملا في ذاته، نعم، يعني بتأمل الحالة النفسية الداخلية، تمام، خدت بالك؟ ولذلك في لحظة من اللحظات أطرق، يعني عمل كده، نعم. طب عمل كده بيعمل ايه؟ بيفكر، يفكر، نعم، بيفكر، والتفكير هيستدعي الذكريات. طب الذكريات دي كانت سعيدة مع المحبوبة، ولكن المحبوبة مفتقدة، اذا هي ذكريات أليمة وحزينة، تحولت من لحظات السعادة، نعم، الى لحظات ألم موجع، نعم. ليه؟ لان طبعا مش موجودة المحبوب، تمام. زي بالظبط كده يا استاذ محمود، لما تلاقي يعني ايه اللي بتفتكر والدتها في عيد الأم مثلا، نعم، وبعدين بتفتكر مامتها كانت بتعمل معاها ايه، بتسعد لحظات، لكن لحظة بسيطة وبتبدأ تعيط، تمام، بتعيط ليه؟ يقول لك تحولت الذكريات السعيدة إلى ذكريات مؤلمة أو إلى مصدر ألم، لأن الحبيبة قد فارقت الحياة، نعم، والاستحالة عودة هذه الأيام وهذه الذكريات مرة أخرى، تمام، بما فيها ولذلك من الإنسان حلاوة يحزن. وسعادة الإنسان يحزن، نعم تمام. إذن ماذا أراد إبراهيم ناجي أن يقول؟ نعم يتعجب إبراهيم نادي ويدعو الله تبارك وتعالى أن يعني يقف إلى جواره مساندا إياه من تلك الصورة التي كلما أغمض عينيه مفكرا يراها أمام عينيه. وكأن الشاعر أستاذ محسن أراد أن يقول إذا ما نظرت إلى السماء رأيت تلك الأحزان الموجودة بداخلي، نعم، بما فيها من هموم وجراح، تمام. وإذا ما أغمضت عيني مطرقا إلى أسفل حتى أغمض عيني مفكرا رأيت أيضا تلك الصورة موجودة في الضمير. إذن هي تحيط به وتحاصره، وكأنه يقول لا نفتح مرتاح ولا نمغمض مرتاح، تمام. بس هو ما بيكون مغمض بيبقى العقل شغال، تمام، والذكريات بتستدعى، نعم،
يبقى هو في الوقت ده مش مستريح لو بص لفوق، لان هيلاقي السواد والحمره، نعم ولو نظر الى اسفل هيفكر. هيفكر، والذكريات هتبقى مؤلمه، تمام ولذلك الالم يحيط به من من كل كل جانب. ناحيه. نعم وبعدين انا عايز اقول لك، الله جاب والله اخذ والله عليه العوض، نعم يعني معناها ايه يا اخي؟ خلاص ارضى بقضاء ربنا. ونعم بالله. يعني من التحليل للابيات نلمح ان الشاعر غير مؤمن بقضاء الله جل وعلا، ولو كان مؤمنا بقضاء الله جل وعلا ها لكان مستريحا في هذه الابيات، الا ان الاحزان تسيطر عليه من كل ناحيه كما قلتم، نعم اذا رفع بصره الى اعلى حزن، واذا اخفض راسه الى اسفل نعم هذا حاوطه وحاصره ليه الحزن ايضا. نعم. ويمكن بيقول أستاذ محسن اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. تمام هو لما كان بيشوف احزانه دي كلها ربما لم يستطع ان يخفي تلك المشاعر الحزينه حتى وان كان راضيا بقضاء الله جل وعلا. تمام نعم ولذلك الرسول صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم كان يحزن، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم الصحابة كانوا لما يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم متضايق كانوا عارفين ان في شخصية معينة يستريح اليها النبي محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، وسلم فيحاولون الاتيان به ليراه الرسول، فعندما يراه يسعد. اظنها شخصية معيمان نعم في تمام سيرة النبي صلى الله عليه تمام وسلم. واحنا كمان بنسعد باول اتصال معانا استاذ محسن. نعم شيماء من المنيا. السلام عليكم يا شيماء. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا ازيك يا دكتور؟ شيماء عامله ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. اخبارك ايه في اللغه تمام العربيه؟ الحمد لله. طب الحمد لله. عندك اسئله يا شيماء؟ في نفس النص بتاع صخرة الملتصق، اتفضلي. ما رأيك في إتيان الشاعر بلفظ خضبته وخلت؟ تمام وخلت في إتيان وخلت تمام الشاعر طيب في ب سؤال بكلمة خضبته وخلت. خضبته. طيب عندك سؤال تاني يا شيماء؟ أيوة اتفضلي. في سؤال تاني، لماذا أغير الشاعر النداء من صخرة الملتقى إلى صخرة العهد؟ تمام غير الشاعر من صخرة الملتقى لصخرة العهد، ودي ان شاء الله هنجيلها سنجاوبك بإذن الله. حاضر. طيب في سؤال تاني يا شيماء؟ لا شكرا طيب ساعدنا شكرا. باتصالك. طيب سريعا شكرا. أستاذ محمود، طبعا خضبته فيها نقد على الشاعر، نعم لأن الخضاب معناه الحناء، نعم وخضبته توحي بالفرح والسعادة، والشاعر والكلمات يا استاذ حزين. محسن لابد ان توافق الجو النفسي. نعم، فهي تخالف الجو النفسي. تمام. فيعني الأدق منها صبغته لونته او أو صبغته. لونته. تمام. خلت قال عنها النقاد فيها إيحاء بالعامية، إلا أنها فصحى. إلا أنها فصحى لأنها وردت في القرآن الكريم. فخلوا سبيله. نعم فخلوا سبيله. طبعا هو صخرة الملتقى لأنه كان يلتقي فيها مع من أحب. تمام. فغير إلى صخرة العهد لأن بعد الالتقاء يكون العهد. تماما، وهذا ترتيب منطقي. نعم. نعم، إذا بدأ بصخرة الملتقى لأنه كان يتحدث عن ذكريات الحب. نعم. عندما كان يلتقي مع من يحب. ثم بعد ذلك قال هي صخرة العهد لأنه يتحدث عن ذلك العهد الذي يتحقق بعد اللقاء. نعم. إذن هو ترتيب منطقي. منطقي. طيب شروق معنا من المنصورة. أسيوط. السلام عليكم. أسيوط. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شروق؟ ازيك يا عاملة إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. أخبارك إيه وأخبار اللغة العربية والنصوص على وجه الخصوص؟ لا الحمد لله تمام، بس النحو كان فيه جزئية بس مش فاهماها. طب اتفضلي كده معايا. الفرق بين حالة المنادى الشبيه بالمضاف واسم لا النافية للجسم للجنس لما تيجي النافية شبيه بالمضاف. المنادى الشبيه بالمضاف؟ أي. واسم لا النافية للجنس؟ لما يجي شبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف، الفرق بين الاتنين؟ أيوه. هو بس يا صخرة العهد أو يا صخرة في يا صورة في نواحي السحاب. نعم. هي هنا لما وصفت جت شبيه المضاف؟ تمام، هي في قاعدة بتقول إذا وصف المنادى وكان منون بالنصب أو بالفتح كده بيكون شبيه بالمضاف إذا كان الشاعر أو المتحدث يتحدث عن حاجة بعينها يعني. يعني الشاعر هنا بيتكلم عن صورة بعينها بيشوفها في السحاب صح؟ أيوه. وبيتكلم عن صخرة بعينها. يعني أيوه. بيقول فيا صخرة جمعت موجتين. أي. ولذلك هي الأقرب إنها تكون شبيه بالمضاف. كان بس أنا معايا جملة في لكن اسم لا النافية للجنس يا شروق، الشبيه بالمضاف لما أنا أقول إيه؟ لا طالبا للعلم غائب. طالما لقيت الكلمة اللي بعد لا النافية للجنس منونة تمام. يبقى ده شبيه بالمضاف. ولو كانت جامع يا أستاذ محسن ولو مذكر كانت جامع يبقى ممكن بالنون. ممكن أنا أقول إيه؟ لا ناهضين معايا يا شروق؟ أيوه. لا ناهضين بالمسؤولية كسالة.
تمام. أنا كان معايا جملة بيقول لا حياة لفرد في المجتمع إلا في ظل وجود سلام عادل. ده مفرد يا بنتي، لا طيب حياة. ليه هنكتب مفرد؟ الجملة ايه؟ هقول تمام. لحضرتك لا حياة لفرد في المجتمع إلا في ظل سلام عادل. المعنى بيتم بكلمة لفرد، لا حياة لفرد في المجتمع، يبقى ده اسم للنافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب لأنه مفرد، وبتتبع اسم للنافية للجنس اللي ورد في جميع امتحانات الثانوية العامة كان مفردا. نعم، حتى كان في واحد يا استاذ محسن كان في عليه خلاف لانه جاي كان جاي يشبه للجمله دي وطلع برضك في مفرد نموذج الاجابه كان مفردا. مفرد نعم تمام. تمام. طيب عندك اسئله تانية يا شو؟ سؤال بس في النصوص، اتفضلي. في نص الصغيران نعم. كما يقول الرافعي مقاله الاجتماعي في إطار قصصي. تمام. الرافعي في مقال الصغيران في إطار قصصي. مقاله الاجتماعي جاء في إطار قصصي. جاء نعم. في إطار قصصي. ليكون تمام. ليكون اختياري بدأ تشويقا للقارئ. ده 2006 ده شو صح؟ لا ما اعرفش. كان سنة 2006 تشويقا للقارئ. لوصف وضع الطفلين في المجتمع. لوصف تمام. ايه؟ لوصف وضع الطفلين في المجتمع. تمام. لعرض قصته. لعرض قصته. وللاجتذاب العطف. لعرض الاجتذاب قصته. اخر حاجة يا استاذ محمود. لاجتذاب العطف. بص يا شروق، هو في السنة ديت كان جايب بعد ما جاب الاختيارات ديت جاب الاولى والرابعه ولا الثانيه والثالثه ولا الاولى والثالثه ولا الثانيه واللي مش عارف ايه، كان في اختيارات غير دي بعد الاختيارات دي كلها. يعني كان قايل الاولى والرابعه، هي طبعا اقرب حاجه فيهم الاولى والرابعه. تمام. كان تشويقا لان احنا يا استاذ للقارئ. محمود ايه هنقول؟ ما بيوصفش وضع الطفلين في المجتمع، ما بيوصفش وضع الطفلين ولا بيعرض القصه، لان القصه فيها تشويق. نعم تمام. عشان ايه؟ عشان الاحداث بتاعتها. الحاجة التانية هو عايز يجذب عطف الاغنياء ناحية الفقراء. تماما معنى شو؟ ايوه تمام. يبقى هي تشويقا للقارئ والاجتذاب العطف. تمام. شكرا. الاولى والرابعة. شكرا لله كده كل اسئلتك تجاوب عليها يا شو. طيب استاذ محسن نعود سريعا الى هذه الابيات، وكنا مع البيت الثاني. لنا الله من صورة في الضمير يراها الفتى كلما أطرقه، وقلنا إن كلمة يراها خطأ نحوي وقع فيه الشاعر، وهو خطأ لا يغتفر يا أستاذ محسن. نعم. لماذا؟ لأن الشعراء لابد أن يلموا بالنحو إلماما يعني شديدا كما يقال، ومعروف إن كلمة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. شوف إذن أوقدوا أطفأها. تمام. إذا كلمة كلما يا أستاذ محسن هي أداة شرط، لابد ان يكون فعل الشرط وفعل جواب الشرط ماضيين. نعم. ما ينفعش يجيب واحد فيهم مضارع. تمام. وهو جاب يبقى جواب طبعا الشرط. الصواب رآها. رآها وليس يرى. اذا تمام. ممكن ياتي الممتحن يا استاذ محسن يقول ايهما اجمل ولماذا؟ يراها الفتى كلما اطرق ام رآها الفتى كلما هو عايز يقول ايهما ادق يعني او ادق في الدلاله على المعنى طبعا. نعم. يعني او الى جانب انه يقول يعني نقد الشاعر لغويا. نعم. ونحويا دلل على ذلك من الابيات طبعا. لغويا هنقول استعمال قالوا النقاد قالوا استعمال نعم. كلمه خلت وكلمه اللي هي قالت عليها البنت خضبته طبعا دول يعني استعمال لغوي. بعض النقاد قالوا ان هو خاطئ واحنا بنرد في كلمه خلت، واما نحويا فهي في جواب الشرط يراها والافضل رآها. تمام. نعم. طيب لنا الله من صوره في الضمير. صوره في الضمير ده لون بياني يا استاذ محمود، استعاره مكنيه. نعم. ازاي؟ بحرف الجر. هو صور الضمير وكانه وعاء. تمام. وتلك الصوره تحتويه او مرآة. او مرآة. تمام. نعم. صوره الاحزاب. نعم. لنا الله من صوره في الضمير. طبعا هو نكر كلمه صوره، خدت بالك؟ للتهويل. للتهويل. نعم. لانها طبعا نكره فظيعه على النفس. تماما. يعني شديده. نعم. الواقع بتاعها له اثر غير طيب على النفس. تمام. يراها الفتى، طب يقصد بالفتى ايه؟ نفسه. يبقى كنايه عن موصوف. تمام. كلما اطرق، طب الترتيب الطبيعي للشطر الثاني هو الترتيب الطبيعي كلما اطرق يراها، او كلما اطرق الفتى رآها. 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 تمام. طيب. نعم. هو قدم الجواب كده يا استاذ محمود. قدم طبعا الجواب. قدم الجواب للاهميه. نعم. واخر الشرط اللي هو اطرق فعل الشرط للتشويق. للتشويق. نعم. يراها الفتى كلما اطرق وكانه كما قلتم تحيط به الاحزان
من كل ناحية. نعم. تماما تمام. ينتقل بعد ذلك إلى البيت التالي يا أستاذ محسن. نعم. يرى صورة الجرح طي الفؤاد ما زال ملتهبا محرقة. نعم. أولا الحديث عن نفسه كثيرا يا أستاذ محسن في هذه الأبيات بضمير الغائب. نعم. يراها يرى، لماذا تخيل من نفسه غائبا على الرغم من أنه يتحدث عنه؟ وعايز حركة الذهن عند المطلق. نعم. عشان المطلق يبدأ يقول مين ده. تمام. فيعود إلى الأبيات فيعلم أن الشاعر يتحدث عن ذاته. تمام. إذن هو للفت الانتباه. تمام. وقد يكون حرك الذهن بيلفت الانتباه. نعم. وقد يكون أيضا أنه يرى نفسه غائبا ببعده عن محبوبته. نعم. يعني وكأنه ليس له وجود بل يتحدث هو عنه. نعم. بأنه غائب ليس حاضرا. لماذا؟ ببعده عن محبوبته. شوف عن شوف الحلاق بيقول إيه، بيقول لك غبت بك عني. الله. فظننت أنك أني. الله. يعني شوف يرى نفسه موجودة بوجود المحبوب. تمام. كما قلت. وهذا ما يقول الشاعر في هذه الأبيات أيضا. فهو له وجود متصل بالمحبوبة. بوجود المحبوب. فإذا غابت المحبوبة كأنه غاب هو. كأنه غاب هو الله. تمام. هذا جميل يا أستاذ محسن. هذا تحليل رائع من حضرتك. الله يكرمك يا أستاذ محسن. يرى صورة الجرح. هل صورة الجرح ترى يا أستاذ محسن؟ صورة الجرح لا ترى، لأن نعم. الجراحة معنوية. تماما. فشبه الجرح بشيء مادي يرى، ولما أقول صورة الجرح ممكن يبقى تشبيه بليغ. نعم. تماما. شبه الجرح بالنصوص. صورة بالفعل. تماما. طيب الجرح هو شبه الفراق وقسوة والآلام النفسية. نعم. تماما. أو الآلام بأنها جرح. هذا في المشبه وصرح. يبقى كأننا أمام استعارة تصريحية بالفعل. تمام. طيب كلمة طي ماذا تعني يا أستاذ محسن؟ طي الفؤاد يعني داخل الفؤاد. نعم. والمادة طوى وتجمع على أطواء. تماما. كأن الجراحة جعلت القلب كالثياب المطوي. نعم. وهذه شأن الجراح القلبية والأحزان عندما تعصف بالقلب. نعم. فتجعل القلب في خبر كان، تجعل القلب له قدرة بسيطة على التحمل، وكأن القلب ثياب قد طوي وليس منفردا. نعم. هذا هو الانقباض، انقباض القلب يا أستاذ محسن. تمام. نعم. ولذلك بتبقى القدرة بتاعته ضعيفة. تمام. زي ما هيجي في الأبيات يقولك إيه، ممكن القلب يشيب ولا زال الشعر الأسود موجودا في الرأس. نعم. تمام. يعني يشيب القلب ولا يشيب الشعر. نعم. وربما أتى شيب القلب ممهدا لشيب تمام الرأس. نعم. تماما. أستاذ محسن أستاذ الخريك معنا محمد من الشرقية. نعم. السلام عليكم. ازيك محمد؟ عليكم السلام. ازي حضرتك؟ أهلا بيك. أهلا حبيبي. أخبارك إيه وأخبار الثانوية العامة إيه؟ خير الحمد لله. إن شاء الله من الأوائل كده يا محمد بإذن الله. بأمر الله إن شاء الله. بمتابعتك إن شاء الله المدرسة على الهواء كمان بنوعدك بإذن الله تكون من الأوائل. سؤالك يا محمد تفضل. كان لدي سؤالا في فرع النحو. كان لدي سؤالا ولا سؤال يا محمد؟ كان لدي سؤال. طيب اسمي كان مؤخر ده محمد تفضل. نعم. يا حبيب. نعم تفضل. يعني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأوصاني. طيب يا محمد احنا برضك عشان ما نضيعش وقت زمايلك قلنا ليس إعرابا وإنما معلش حتى لو بلاغة يا حبيبي احنا دلوقتي ولا بلاغة. طب هتقول ايه تفضل. اريد تحويل المصدر المؤول الى صريح. ولا حاجة من دي خالص لان الآيات القرآنية ليست سؤالا في الامتحان. نعم. واحنا بنقول لأبنائنا كلهم وقلنا الكلام ده كتير احنا يا حبيبي. انا هقول لك على هذا يعني عايزين نضيع وقتهم. يعني الاستاذ محمود فعلا بيقول لك ما تضيعش وقت زمايلك بس انا هقول لك على الاجابه بسرعه يا محمد. واوصاني بالصلاه والزكاه في غير النسخ القراني اقول مده دوامي حيا لان ما مصدريه ظرفيه. تمام. اقول مده دوامي حي بس مش موضع سؤال بالنسبه. تمام. وحتى القران ما بنغيرش فيها يا محمد. انا بقول ولذلك قلت لك في غير النسخ القراني. تمام. احنا بنقول يعني علشان حتى نستفيد كلنا وابنائنا يستفيدوا السؤال اللي ممكن يكون مطروح عليك في الامتحان بتاع اخر العام احنا تحت امرك فيه. انما لو اي سؤال في قران كريم ده مش ولا حديث شريف ده مش موضع سؤال للامتحانات نهائي. لو عايز معلومه زياده قلنا اكتبوا لنا الاسئله دي على صفحه البرنامج
واحنا ان شاء الله نجاوبكم زي ما انتم عايزين. عندك سؤال تاني يا محمد؟ لا الف شكر استاذ محمود. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يعينك ويوفقك ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا رب، وسلامنا الى اهل الشرقيه جميعا. لحضراتكم بتبذلوا معانا. الله يخليك يا حبيبي، جزاك الله خير. بارك الله فيك. أستاذ محسن، عودة سريعا إلى هذه الأبيات. نعم. كنا مع يرى صورة الجرح طي الفؤاد. نعم. ما زال ملتهبا محرقة. نعم. وقلنا إن كلمة طي معناها داخل، داخل، وتجمع على أطواء، والمادة بتاعتها طوى. أما الفؤاد طبعا هو القلب، يجمع على أفئدة. أفئدة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. نعم. ما زال ملتهبا، ما معنى ملتهبا او ملتعبا؟ يعني مشتعلا. مشتعلا. ومحرقا يعني مؤلما. تمام. اذا الشاعر اراد ان يقرر معنى، لان الاسلوب خبري. نعم. فما المعنى الذي اراد ان يقرره شاعرنا استاذ محمود؟ نعم، هو كان يتحدث عن انه يطرق يا استاذ محسن ويخفض راسه الى اسفل مفكرا، ولذلك عندما اطرق يرى صورة الجرح داخل قلبه. يعني كأنه في هذا البيت يفصل ما قد أجمله في البيت السابق عندما قال رآها الفتى صورة في الضمير. سمة من سماتهم يا أستاذ محسن. تمام. وهي ترابط الأفكار. تمام. الوحدة الفنية. تمام. اللي موجودة في الأبيات، ويمكن شفنا ده لما جاب أداة الشرط إذا نشر الغرب أثوابه وأطلق في النفس ما أطلق. نقول في البيت الثاني جواب الشرط. تمام. وبعدين عطف عليه الآم الغرب كالقلب، كالقلب ده من جرح له طلبة عز أن تلقى. نعم، هذا كله سمة من سمات مدرسة. ولذلك كأنك أردت أن تعلم أبنائك طلاب الثانوية العامة أن يستنتجوا خصائص المدرسة من. نعم. خلال الأبيات. نعم، وهذا السؤال هو الذي يأتي به الممتحن في آخر العام. نعم. نعم. إذن يقول إنه يرى تلك الصورة المؤلمة، صورة الجرح داخل قلبه، لم يلتئم. نعم. ما زال ملتهبا. نعم. وما دام ملتهبا فهو محرق. تمام. إذن يؤدي إلى الألم والتوجع والحرقة. وكأنك أردت أن تقول إن محرق نتيجة لملتهب. نعم، وهي علاقة موجودة بين. نعم. كلمة ملتهبا ومحرقة، فهي نتيجة لها. طيب الجراح القلبية أو الجراح المعنوية الداخلية أثرت على القلب لدرجة أنه جعلته كالثياب المطوي؟ نعم. 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 يرى صورة الجرح طي الفؤاد. نحن أمام لون بياني في قوله طي الفؤاد. نعم. استعارة مكني. تماما. شبه الفؤاد بالثياب التي تطوى. يطوى، هذا الثياب يطوى. نعم. استعارة مكنية، سر جمالها توضيح المعنى، وهذا دليل على قوة الحب وقسوته. نعم تماما. طيب أنا عندي خيال ممتد في الشطر الثاني أستاذ محمود، نوضحه للطلاب إزاي؟ ما زال ملتهبا، يبقى هو شبه مين؟ القلب. تمام. بأنه نار تشتعل. تمام. وجاب لي صفة من صفات النار اللي هي المشبهة به، الالتهاب، اللي هي بعد الالتهاب. تمام. الإحراق. الإحراق. نعم. الإحراق. يعني لما يجيب لي صفة من صفات المشبه به بعد المشبه به، يبقى نحن أمام صورة ممتدة. صورة ممتدة. نعم. أو ترشيح يقوي المعنى ويعمق. نعم. الخيال. تمام. فكلمة محرقا كما قلت أستاذ محمود علاقتها بملتهبا نتيجة. نتيجة. نعم. تمام. يرى صورة الجرح طي الفؤاد ما زال ملتهبا محرقا. الله. طب هو جايب الفعل المضارع يرى. تمام. ليه؟ طبعا للتجدد والاستمرار. نعم. واستحضار صورة هذه الجراح القلبية، كأنه استحضر صورتها في نفسه. نعم، وخاصة أنه ينظر إلى الطبيعة في ذلك. تمام. الوقت. تمام. فهو يستحضرها بالمضارع. تمام. نعم. ويستحضرها لأنه نظر إلى أعلى كما قلت. تمام. ونظر إلى أسفل، فظهرت له الأحزان أعلاه وأسفله. نعم. والأحزان قد حاوطته من كل ناحية. تمام. نعم. يرى صورة الجرح طي الفؤاد ما زال ملتهبا محرقا. نعم. ننتقل من الجرح إلى الراحة مع محمود من سوهاج. نعم. السلام عليكم، ازيك يا محمود؟ أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك حبيبي، أخبارك إيه؟ ربنا يخلي حضرتك. الله الله يخليك. وأخبار اللغة العربية والامتحانات وكله تمام يعني الحمد لله؟ إن شاء الله تمام. إن شاء الله تمام. سؤالك يا محمود تفضل. في نفس غضب وحنين دول حضرتك، أيهما أجمل ولماذا؟ نعم. كلما مرت الليالي ولا عندما مرت الليالي؟ كلما مرت الليالي عليه رقة، ولا عندما الليالي مرت الليالي عليه رق. طيب هي كلما يا محمود بتفيد ايه؟ الاستمرار يا محمود. صح؟ يعني هو دلوقتي بيتكلم عن قلبه وان هو في غربته. كلما مرت الليالي عليه رق، صح؟ تمام. برغم ان الليالي كلما تمر على الناس بتعمل فيهم ايه؟ تكسر
بتقسي قلوبهم. إذا يريد أن يقارن بين قلبه وبين قلوب الآخرين، ولذلك أتى بكلمة كلما لتدل على استمرار ذلك الأمر. إنما لو قال عندما مرت الليالي عليه رقة، كلمة عندما هنا تدل على أنه حدث مرة ثم انتهى. يعني ما فيش استمرار. ما فيش استمرار. هو عايز يقول كأنني نسيج وحدي. نعم. يعني هذا الذي أتحدث عنه لا ينطبق على إلا علي. نعم. لا ينطبق على الآخرين. نعم. وإنما تمام. ينطبق علي. نعم. هل لديك سؤال آخر يا محمود؟ أيوة. تفضل يا حبيبي. كمان بقول لك كمان يوم أجمل أول الليل ولا في الليل. نعم. يوم أجمل مستطر إذا بآخر رنت أول الليل. مستطر. أول الليل. إذا البواخر رنت أول الليل أم في الليل. في الليل تمام. طيب أنا هقول لك برضك يا محمود علشان نجيبك بسرعة، يعني هو دلوقتي الشاعر لما كان بيتكلم على إن البواخر بترن في أول الليل، هي كلمة رنت دي توحي بالسعادة ولا بالحزن؟ بالأمل في التطلع على الرغبة في الوطن. جميل جميل، كويس قوي. إذن هي كانت السفن عندما تقدم إلى الشط كانت تقدم في أول الليل وكان يشعر بالسعادة والفرح. لماذا؟ لأن تلك السفن ربما تصحب شوقي معها وتعيد إلى بلده، صح ولا لا؟ طيب بعد ما فقد هذا الأمل بعودتها في بعد ذلك دون أن تأخذه معها، قال إيه؟ قال أوعوت. ولذلك كلمة رنت أول الليل أجمل من في الليل. في الليل يعني تعني في أي وقت في هذا الليل، إنما واختار أول الليل ليه؟ لعودة هذه السفن راسية على الشط، وربما يكون معها الأمل لعودة شوقي إلى وطني. يعني الأستاذ محمود عايز يقولك يا حبيبي إيه؟ إن أول الليل تناسب الرنين الذي يلازمه الأمل. تمام. أما في الليل فقد يكون الأمر عميقا ومتوغلا في لحظات من الليل تكون بعيدة ولا أمل فيه. نعم. لأن خلي بالك السفينة وهي طالعة ها بيبقى لها صوت، الصوت ده بيدي أمل، وهي طالعة بتكون في أول الليل. يعني إيه؟ هو يشير إلى واقع من ميناء برشلونة في أسبانيا إن هي بتطلع في بداية الليل يبقى فيها أمل، لكن في الليل ممكن تبقى بعد الساعة 12، بعد الساعة 1، بعد الساعة 2، في ظلمة الليل، في ظلمة الليل يكون يبقى مفيش أمل. بالضبط. يبقى فقد الأمل. نعم تمام. يبقى رنت أول الليل أفضل من في الليل. نعم. ولكن لماذا بني الفعل صورة المجهول وتولت بني الفعل إيه؟ ماذا بني فعل صورت المجهول؟ صورت لتعظيم، صورت، صورت من تصورات ومس. لتعظيم صورة الشباب لأنه حذف الفاعل فليس له أهمية. نعم. لتعظيم، لتعظيم صورة الشباب. الشباب. ولماذا بني فعل شغلت المجهول؟ لو شغلت بالخلد. شغلت. تمام. وطني. لو شغلت بالخلد عنه. هو يعني دي اقدر اقول فيها للجهل بالفاعل، خدت بالك؟ لانه ايه مش معروف القوه اللي هتشغله، ليست حاضره في ذهنه. نعم. شغلت بالخلد عنه، نازعتني اليه في الخلد نفسه. ممكن اقول للجهل بالفاعل هنا. نزل في الاستعمال نفسي مع مرجل وقلبي مع شراء. نفسي مع مرجل وقلبي مع شراع. تمام. وقلبي مع شراع. هي مش نفسي يا محمد، هي نفسي. نفسي. طيب شراع. الانسان فينا لما بيكون متضايق يا محمد بيعمل ايه؟ بينفخ، صح؟ تمام. طيب والانفاس دي بتطلع حاره ولا بتطلع بسيطه كده وهاديه؟ بتطلع حراره. ولذلك نفسي تتناسب مع المرجل، والمرجل هو القدرة او الوقود الذي تحتاجه السفينه لكي، يعني العنصر المشترك ما بينهم ارتفاع درجة الحرارة. تمام. وكأن الشاعر أراد أن يقول للسفينة إذا ما أردت وقودا يعيدك إلى وطني فأنفس الحر. طيب القلب يا محمد، قلب الشاعر كان مرتبطا بوطنه أم لا؟ كان مرتبطا بوطنه. إذن الشراع الذي يوجه السفينة ويؤدي بها إلى الاتجاه، إلى الاتجاه الصحيح وهو الوطن، هو قلبه لأنه مرتبط بوطنه فلن يضل الطريق. يعني القلب يا أستاذ محمود بينبض. بينبض، صح. والشراع ينبض. تماما. يتحرك. نعم. فكلاهما يتحرك. نعم. كلاهما فيه حركة واضطراب. تماما. يبقى العنصر المشترك بينهم الحركة والاضطراب. وكذلك يعني الارتباط يا أستاذ محسن. تمام. ارتباط القلب بالوطن يجعله يتجه إلى ذلك الوطن دون أن يضل الطريق. والوسيلة التي توصله السفينة طبعا، وذكر الشراع. نعم. يعني جزء من السفينة. نعم. كمان
كان بيقول سؤال النحو أنت تعلو بالعلم. ده آخر سؤال عندك كده يا محمد ده؟ تمام. أنت تعلو بالعلم. طيب دي احنا شرحناها كتير يا محمد. أنت هو عايز يخاطب يجعل المبتدأ أو الضمير للجمع بنوعيه صح؟ ثم الزامن فعل في الحالتين. تمام. طيب احنا هنقولها لك تاني يا محمد، وده سؤال مهم بيجي في الامتحانات كتير. شرحناه أكتر من احنا شرحناه كتير يعني. ممكن يا محمد برضك يعني على صفحة البرنامج أو تشوف حلقات سابقة هتلاقي نفس الجملة دي احنا شرحناها كتير جدا، عشان بس برضك ما ناخدش من وقت الحلقة. شكرا لك يا محمد. أستاذ محسن، نعود مرة أخرى إلى الأعزاء إلى تلك الأبيات. نعم. يرى صورة الجرح طي الفؤاد ما زال ملتهبا محرقة. هل هناك ما نضيفه على هذا البيت؟ طبعا الأسلوب البيت خبري يفيد التحسر. نعم. وتقرير الحزن. تمام. نعم. يرى صورة الجرح طي الفؤاد ما زال ملتهبا محرقة. نعم. الجراح مرتبطة بالأفئدة يا أستاذ محمود. تمام. يعني أنا ممكن أقول الجرح ده يلازم الفؤاد. يعني نقدر نقول حالة الشعر نقدر نقول هنا محسن بديهي وهو مراعاة النظير يعني الصوص. مرتبطة بيها. تمام. ما زال ملتهبا محرقة. تمام. الشاعر هل هيقدر ينسى المحبوبة يا أستاذ محمود؟ مطلقا. ليه؟ لأنه بين نارين. نعم. النار الأولى نار الوفاء، والنار الثانية التذكر. نار التذكر. تمام. شفت اللي كانت بتغني تقول لك أنا بين نارين؟ إذا هي بين نار إيه وإيه؟ بين نار الوفاء ونار التذكر. ونار التذكر. الوفاء مقدمة للإيه؟ للتذكر. لأنني إذا وفيت لإنسان فلا بد أن أتذكره. ولذلك قدم الوفاء على التذكر. تمام. نعم. تمام. نعم. فالمفروض أن الإنسان يكون وفيا مع الله. تمام. ولذلك وفاء الإنسان مع الله يجعل الإنسان دائما مش التذكر بقى. نعم. الذكر لله. الذكر. الذكر. تمام. لله. لأن الإنسان يعني مع الله في ذكره. نعم. أما مع البشر في تذكر. ليه؟ مشاغل الحياة بتخليني أنسى. تمام. فأبدأ أتذكر. تمام. طيب معنا أيمن من أسيوط يا أستاذ محسن. تفضل. السلام عليكم. ازيك يا ايمن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخبارك ايه؟ ازيك يا استاذ؟ اخبار اللغه العربيه معاك ايه؟ كويسه تمام. طيب الحمد لله. اسئلتك يا ايمن سريعا. في النحو بيقول لي اعرب. اعرب. ولا تحين النار. احنا قلنا يا حبيبي دي ايه قرانيه ومش كل شويه بقى، هي بردك موجوده على صفحتنا على استقلنا فيها ايام يعني. هي اصل الجمله لا تلحين حين مناص. طب اقول لك بسرعه كده بس مش مكرره عليك وهتدخل زمايلك في ايه في حيصه بايصه. بص يا اسيوطي. طب ماشي في حصه ثانيه بس. نعم. في سؤال ثاني. طب ماشي اتفضل اتفضل السؤال الثاني. ها هو زي ما الاستاذ محمود قال هي لا هنا مشبهه بليس. تمام. واصل الكلام وليس الحين حين مناص. يعني اسمه خبر. يعني الاسم محذوف والتقدير وليس الحين. وحين الثانيه ايه خبر. انا والله مش علينا يعني مثله يعني. يا حبيبي ده مش مكرر عليك، مش عمره ما هيجي لك في الامتحان ايه قرانيه تعرفها، دي حاجه. الحاجه الثانيه لا تحين مناص دي فيها استشهادات قرانيه. يعني مش عليك خالص. غير مكرره. مش عليك خالص، احنا كنا بناخدها في الجامعه كاستشهاد، يعني حاجه كده بتعمل عمل ليس. خلاص دي مش عليك. ما تشغلش بالك بيها، والمدرس مشكورا اللي بيدي لكم الحاجات دي قول له لو سمحت ما تعطلنيش واديني المنهج اللي عليا بس. بعد ان شاء الله ما تخلص ثانويه عامه باذن الله على خير يا سيدي، اقرا زي ما انت عايز في كل المناهج. خلاص السؤال بتاعك الثاني. لو عندك سؤال ثاني يا حبيبي اتفضل. ماشي. السؤال بيقول ان الماء ميتا. ان ايه؟ المرء. المرأة. المرء. المرء يعني الرجل. المرء. يعني المرء. ميتا بانقضاء حياته. لا ده انت قاري بقى، هقول لك على حاجه. انت قاري حاجه معينه مع بتوع الجرايد من الاخر دي معناها ايه؟ ما المرء ميتا. وايه اسمها؟ ان المرء مشبهه بليس. مش مكرره عليك يا محمد والله. ماشي مستر. شفت انا جبت لك المصدر اللي انت قاري منه، والمصدر اللي انت قاري منه ها يعني. لا انا مش قاري حاجه بقى. ها؟ هو عطاها المدرس على فكره. يا طيب. حبيبي الاستاذ قاريها من مصدر معين، دي مش مكرره عليك. طيب احنا بنشكر ده هنا مشبهه بليس، والمرء اسم ان المشبهه بليس، وميتا خبر ان المشبهه بليس منصوب. طيب. بانقضاء اجله. حتى الجمله كامله ايه؟ طيب احنا استاذ محسن يعني كل دقيقه في برنامج مدرسه على الهواء بقول لك عطاها المدرس بتكون مهمه، واحنا بنقول يا ريت زملائنا الاعزاء المدرسين ما يشغلوش ذهن ابنائنا الطلاب باللي
مش عليهم علشان يعني ما يضخموش. كفايه النحو اللي عندهم، احنا عندنا نحو ما شاء الله يعني منهج يكفي 3 سنين، فكفايه ده مش هنر يعني هندي فوق طاقه الطلاب. استاذ محسن، استاذن حضرتك واستاذن ابنائنا الاعزاء، نطلع لتقرير عن الشاعر الكبير ابراهيم ناجي ونرجع تاني مع ابنائنا الاعزاء. اوعوا تروحوا في اي حته، خليكم معانا ان شاء الله هتستفيدوا كتير. فاصل ونتواصل ان شاء الله. إبراهيم ناجي شاعر مصري، ولد في 31 ديسمبر 1898 في حي شبرا بالقاهرة. كان طبيبا وكان والده مثقفا، مما ساعده على النجاح في عالم الشعر والأدب. تخرج ناجي في مدرسة الطب عام 1922، وعين طبيبا في وزارة المواصلات ثم في وزارة الصحة، وبعدها مراقبا للقسم الطبي بوزارة الأوقاف. عاش في بلدته أول حياته المنصورة، وفيها رأى جمال الطبيعة وجمال نهر النيل، فغلب على شعره الاتجاه العاطفي، شأنه شأن شعراء مدرسة أبولو. نهل ناجي من الثقافة العربية القديمة، فقرأ دواوين المتنبي وابن الرومي وأبي نواس، كما نهل من الثقافة الغربية فقرأ قصائد شيلي وبيرون وآخرين من رومانسيين الشعر الغربي. بدأ حياته الشعرية عندما بدأ يترجم بعض أشعار ألفريد دي موسيي وتوماس مور، وانضم إلى مدرسة أبولو عام 1932، التي أفرزت نخبة من الشعراء المصريين والعرب استطاعوا تحرير القصيدة العربية الحديثة من الأغلال الكلاسيكية والخيالات والإيقاعات المتوارثة. كان ناجي شاعرا يميل للرومانسية والحب والوحدانية، كما اشتهر بشعره الوجداني، وكان وكيلا لمدرسة أبولو الشعرية، وترأس من بعدها رابطة الأدباء في الأربعينيات من القرن العشرين.
ترجم إبراهيم ناجي بعض الأشعار عن الفرنسية لبودلير تحت عنوان أزهار الشر، وترجم عن الإنجليزية رواية الجريمة والعقاب لدايستوفسكي، كما نشر دراسة عن شيكسبير، وكتب الكثير من الكتب الأدبية مثل مدينة الأحلام وعالم الأسرة، وقام بإصدار مجلة حكيم البيت. من دواوينه الشعرية وراء الغمام وليالي القاهرة وفي معبد الليل والطائر الجريح، ومن أشهر قصائده الأطلال التي تغنت بها أم كلثوم فلقب بشاعر الأطلال. وتوفي إبراهيم ناجي عام 1953 عن عمر يناهز 55. اسقني واشرب على أطلالك واروع عني طالما الدمع روى. أهلا بكم من جديد، نجدد التحية بكم، وأيضا نجدد التحية بضيفنا الجليل الأستاذ محسن العربي الخبير بوزارة التربية والتعليم. اهلا بحضرتك يا استاذ محسن. اهلا بك يا استاذ محمد. استاذ محسن، قبل ما نبدا معلش، معانا ندى من الشرقيه. السلام عليكم يا ندى. ندى الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ ازيك يا ندى، اخبارك ايه؟ الحمد لله. احنا النهارده محظوظين معانا طلاب الشرقيه. اسئلتك يا ندى، اتفضلي. ماشي، عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الاول في النحو. هي سؤالين ولا سؤالان؟ هي بتتكلم بقى لها جنبيه اصلا. اتفضلي. سؤالين عشان مرفوعه. عشان مبتدا مؤخر. تمام. ولا تنال. ولا تنال. 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 نعم. أمتنا. 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 حقوقها كاملة. نعم. في عالم طمست فيه الحقيقة. في عالم تهدر. طمست فيه الحقيقة. طمست فيه الحقيقة. كاملة، عرب كاملة. حقوقها كاملة. طيب هي حقوقها هنا نكرة ولا معرفة؟ أنا ده. نكرة. ليه نكرة دي؟ حقوق إزاي؟ مين؟ ازاي؟ حقوقها كده. نعم، هتبقى نعم. طب يا حبيبتي بقول لك نكرة ولا معرفة؟ هي نكرة ولا معرفة حقوقها؟ اه، معرفة بالتاء المربوطة. معرفة؟ لا، بالهاء المربوطة دي. بالهاء ألف. بصي يا ندى، التاء المربوطة دي علامة تأنيث، مش ضمير علشان أقول معرفة بالضمير. يعني هي معرفة بالضمير كده زي ما الأستاذ محمود بيقول لك يا ندى. طيب، حقوقها دي طبعا حقوقها دي مفعول به، تنال أمتنا حقوقها. طيب عايزة كاملة. أيوة. طيب مش كلمة كاملة دي اسم نكرة وردت بعد معرفة وهي كلمة حقوقها وبتوصف المعرفة. يبقى حال. يبقى حال. إذا كاملة حال منصوبة وعلامة النصب الفتحة وهي حال مفردة. تمام. في سؤال تاني يا ندى؟ سؤال تاني في النص. اتفضلي. علل. علل. أطفى الشاعر على الصخرة صفة الحياة. صفة. أطفى. الشاعر على الصخرة صفة الحياة. على الصخرة صفة الحياة. ده طب البيت فين بالظبط يا ندى؟ ولا ده بوجه عام؟ لا، ده بوجه عام. طيب صفة الحياة يعني الإنسان، صح؟ ودي سمة من سمات مدرسة أبولو اللي هي التشخيص. اللي هي التشخيص. هات أي صورة فيها تشخيص. تمام. يبقى أنت دلوقتي حتى لو قالك مع التمثيل، لو بقيت السؤال بيقولك مع التمثيل أو بذكر مثال أو مع الاستشهاد. أنت عارفة لو قلت صخرة جمعت خدت بالك، يبقى ده أدفع عليها صفة الحياة. وسألتك يا صخرة. وسألتك يا سألتك يا صخرة الملتقى، دي صفة الحياة هنا لأنه بيسألها، صح؟ وقرأنا عليك. قرأنا عليك. يعني دي صفة من صفات الإنسان، ولذلك أطلق عليها صفة الحياة أو خلع عليها صفة الحياة. وده ليه؟ لأنها سمة من سمات مدرسة أبولو، وهي التشخيص في الصورة الشعرية. شكرا. شكرا لله، ربنا وفاك يا ندى إن شاء الله. أستاذ محسن، عودة سريعا للبيت التالي، بيقول ويأبى الوفاء اللي احنا كنا بنتناوله، ويأبى الوفاء عليه اندمالا ويأبى التذكر أي طبعا شيء. يأبى يعني يرفض، والمضاد يوافق. الوفاء معناه إتمام الشيء، والوفاء عمل من أعمال القلب. تمام. عليه اندمالا يعني على قلبه. نعم. اندمالا يعني التئاما للجرح. نعم. ويأبى التذكر، التذكر معناه استرجاع المعلومات، وهو عمل من أعمال الفكر والذهن. نعم.
أن يشفق، يشفق يعني يرحم، والمضاد يقسو. نعم. إذن أراد الشاعر أن يقول في هذا البيت أستاذ محمود؟ نعم، أراد أن يقول إن الذي جعله لا يستطيع أن ينسى ذلك الحب ويظل قلبه محترقا وكذلك ملتهبا هو أن وفاءه لمحبوبته يأبى أن يلتئم، أو يأبى نعم. على جرحه أن يلتئم، وكذلك تذكره لتلك المحبوبة بعقله يأبى أن يشفق عليه حتى ينساها. محسن، حاجة جميلة قوي هنا، يعني سؤال، وهذا من الأسئلة اللي هي 30%، ويمكن أبنائنا الأعزاء بيقولونا دايما وإحنا بنشرح بيطلبوا مننا أن إحنا نوجه عنايتهم كده على الأسئلة اللي بتيجي فيها 30%. ممكن يقول لي غلب على شعراء مدرسة أبولو الجانب الوجداني على الجانب الفكري، دلل على ذلك من فكرة البيت ده أستاذ محسن، اللي هو البيت تمام. ويأبى الوفاء عليه اندمالا ويأبى التذكر طبعا أن يشفق. الجانب الوجداني اللي هو الوفاء تمام، والجانب الوجداني أيضا موجود في كلمة يشفق. نعم. فالجانب الوجداني هو الغالب على شعراء مدرسة أبولو، وذلك لأنهم كانت عندهم أحزان وآلام عكسوها على الطبيعة فارتسمت الطبيعة وتلونت بلون مشاعرهم تمام. وهذا يناقض مدرسة الديوان نعم. التي طغى فيها الجانب الفكري، الذهني أو الفكري تمام. نعم. على الجانب الوجداني، كصدى لثقافتهم وصدى لتأملهم وتعمقهم في أسرار الوجود. نعم، وأيضا يا أستاذ محسن يعني ما يؤكد ذلك كما أفضت حضرتك ويعني قلت كلام جميل، ما يؤكد ذلك هو تقديم الوفاء نعم. على التذكر. نعم. فالوفاء عمل قلبي تمام. نعم، وهو وجداني تمام. والتذكر عمل ذهني عقلي. إذن كأنه أراد أن يقول إن القلب عندي هو الذي يحرك العقل تمام. فالقلب فيه الوفاء والعقل فيه التذكر نعم. وأنا كأن الشاعر أراد تماماً. أن يقول نعم. أنا أقدم الوفاء كعمل من أعمال القلب نعم. لأنه مهم وخصيصة من خصائص المدرسة التي أنا وكيل لها. الله. ويأبى الوفاء عليه اندمالا نعم. إذن وفاؤه لمحبوبته يجعل الجرح قائما وغير مندمل تمام. يعني معنى كده سمو حسن بدون قطع كلام حضرتك تفضل. إن الضمير في كلمة عليه يعود على الجرح، يأبى الوفاء عليه اندمالا عليه. ممكن على الجرح أو على القلب لأن نعم. الفؤاد موجود القلب. في البيت اللي قبل كده تماما. إذن ربما يأتي الممتحن أيضا أستاذ محسن يقول يعود الضمير تمام في كلمة عليه على، ويجيب اختيارات على الشاعر على مثلا القلب ولا على أي حاجة تانية، يعني طبعا هو على الجرح أو على القلب على الذي يلتئم تمام. في ذلك الجرح نعم. ويأبى الوفاء عليه اندمالا، الأصل يأبى الوفاء اندمالا عليه أسلوب قصر بالتقديم والتأخير نعم. طبعا قدم الجار والمجرور وهو عليه. كلمة عليه نعم. على المفعول وهو تمام. كلمة اندمالا نعم. تقديم والتأخير اسلوب قصر غرضه توكيد المعنى وتخصيصه تماما. إذن الوفاء لا يؤدي إلى التئام الجرح لأن الوفاء يجعل العقل في تذكر دائم للشيء وإذا نعم. لم ينسى الإنسان فإن الجراح لا تلتئم تمام. فالراحة النفسية كأنه أراد أن يثبت هو طبيب نعم. تساعد في التئام الجروح، ولأنه طبيب يا أستاذ محسن يعني يمكن بنربط ما بين مهنته وما بين يعني ذلك التذوق الأدبي في هذا البيت نعم. هو أتى بالمصدر الصريح اندمالا نعم. وأتى بالمصدر المؤول أن يشفق نعم. لماذا؟ كلمة اندمالا الحقيقة العلمية تقول إن أي جرح يلتئم تمام، ولذلك أتى به مصدرا صريحا. لماذا؟ لأن هذا لا يدوم ولا يستمر تمام. أما قوله يأبى التذكر أن يشفق فإن تذكره لمحبوبته دائم لا ينقطع، ولذلك أتى بالمصدر المؤول لأن ذلك ليس له نهاية تمام. نعم تمام. وهذه ربما أيضا يسأل فيها الطالب، علل استعمال المصدر المؤول في قوله اندمالا والأسف المصدر الصريح في قوله اندمالا والمصدر المؤول في قوله أن كأنني يشفق. أستمع إلى طالب يقول لك أستاذ محمود أعد ما قلته لأنني أحسست بحلاوته لكنني لم أركز فيه، فماذا تقول له؟ نقول أيضا. يا أستاذ محسن الله يكرمك، نقول إن الشاعر في الأصل طبيب طبيب، ولذلك هو استعمل كلمة اندمالا
كمصدر صريح. كمصدر صريح لماذا؟ والمصدر الصريح لا يثبت لا يثبت ولا يدوم. تمام. إذن الجرح يلتئم. تمام. مهما كان الجرح مع مرور الأيام ومع العلاج فإن ذلك الجرح بفضل الله يلتئم. بس الجرح هنا مش هيلتئم لأن كلمة يأبى هتخليه مش هيلتئم. تمام. هو قال ولكن استعمال كلمة اندمالا. اندمالا. كأنه يقول إن حقيقة على الرغم من أنني أرى أن أي هذا جرح يلتئم. أي جرح يلتئم. إلا أن جرحي أنا يأبى. يأبى. نعم. ليه؟ يقول لك في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام ولكن جرحي أنا أقوى من الأيام. نعم. تمام. هو عايز يقول الجراح بتاعتي قوية. تمام. الحب اللي مسيطر عليا قوي جدا. نعم. وعامل قسوة شديدة بتخليني الجراح اللي جوايا اللي هي الحالة النفسية المزاجية. نعم. ودي مستمر التعكير أيضا. النفسي. نعم. مستمر. تمام. على الرغم ان اي جرح يلتئم. نعم. الا ان جرحي انا لا يلتئم. تماما. نعم. تمام. اذا كلمة يأبى يقصد بها نفسه. تمام. ولكن كلمة التئاما هي او اندمالا تعني كل الجروح. ونكر كلمة اندمالا للعموم. اي اندمال. تمام. اي التئام للانسجة مفيش. نعم. ليه؟ لأن الحالة النفسية التي تسيطر عليه ترفض هذا الالتئام وأن تمتد الأطراف إلى بعضها لكي ينغلق الجرح. نعم. تماما. ويأبى التذكر. طبعا يأبى الوفاء لون بياني. استعارة مكنية. صور الوفاء وكأنه إنسان يأبى. وكذلك يأبى التذكر أستاذ محسن. وفي الصورتين ويشفق. تمام. وأن يشفق. بصورة. تمام. إذا شبه التذكر بإنسان يأبى وأتى بصفة من صفات الشخص وهو الإشفاق. نعم. ويأبى التذكر أن يشفق. تمام. هو قدم الوفاء للأهمية. تمام. وقدم الوفاء كترتيب طبيعي كسمة من سمات المدرسة وهي التركيز على الجانب الوجداني. نعم. الجانب. نعم. العاطفي. تمام. ويأبى الوفاء عليه اندمالا ويأبى التذكر أن يشفق. إذن كأن الشاعر كان بين نارين. نعم. جعلت الجراح لا تلتئم. الوفاء. فهذه الجراح عندما صوبت عليها النيران جعلت الجراح غير ملتئمة. النار الأولى نار الوفاء. تمام. والنار الثانية نار التذكر. التذكر. نعم. ألا تلحظ يا أستاذ محسن وأبنائنا الأعزاء معانا ألا يلحظون أن هناك يعني إيقاعا موسيقيا موجودا في هذا البيت؟ ويأبى الوفاء عليه اندمالا ويأبى التذكر أن يشفق. ده حتى البحر اللي هو جايب منه الأبيات بحر سلس. تمام. بحر يعني بسيط في تفعيلاته. نعم. يعني يؤدي إلى راحة النفس وبحر المتقارب. المتقارب. وهم يا أستاذ محسن كمان من سمة من سماتهم إن هم بيستعملوا الموسيقى الهادئة للصخيرة. عشان بتريح النفس. بتريح النفس. ولما النفس تستريح تفهم الشاعر عايز يقول إيه. تمام. لو ما يبقاش منفعل. تمام. ولذلك انا بقول دايما لطالب العلم طلاب الثانوية العامة الذين يشاهدوننا الان. نعم. اذا استراحت نفوسكم هدأتم واذا هدأتم تركزت المعلومة في عقولكم. نعم. واذا تركزت اجبتم عنها اجابة صحيحة وحصلتم على الدرجة النهائية. نعم. تمام. ننتقل الى الابيات التالية يا استاذ محسن. تمام. وطبعا اسلوب البيت خبري. خبري للوصف الدقيق ايضا. تمام. واظهار الحزن والحصر. نعم. نعم. طيب. ويا صخرة العهد أبت اليك وقد مزق الشمل ما مزق. تمام. اريك مشيب الفؤاد الشهيد والشيبة ما كلل المفرق. تماما. يا صخرة العهد. نعم. لماذا وصف الصخرة هنا بانها صخرة عهد؟ نعم. لأن اللقاء مترتب عليها. تمام. إذن هذه الصخرة كان فيها التقاء. نعم. بالمحبوبة وبعد الالتقاء صار هناك عهد بين الشاعر ومحبوبته. تمام. على الحلوة وعلى المرة. نعم. يما كنا متعهدين. تمام. أو فيه يعني إيه هنعيش على الشدة وهنعيش على الرخاء. نعم. يا صخرة العهد وطبعا العهد تجمع على عهود. نعم. أبت إليك يعني عدت إليك. نعم. ونكشف عنها في أوبة. تمام. أبت إليك. تمام. يعني عدت. عدت. ضدها ذهب. والمادة أوبة. والمادة أوبة. تمام. أبت إليك أخر الجر والمجرور للعموم. نعم. أبت إليك وإلى كل مصدر يريح نفسي فأنا أبحث عن إيه عن طاقة أمل تريح نفسي مما أنا فيه. نعم. ولذلك تأخير الجر والمجرور للعموم. تمام. وتقديم الجر والمجرور قبل التخصيص. نعم. وقد مزقة. مزقة يعني فرق. الشملة الجمع. يعني الجمع. تمام. ولذلك مزق والشملة هتديني محسن بديع طباق. طباق بينهم. ما مزقة ما مصدري. تمام.
ومزقة يعني معناها تمزيقة، يعني ده مصدر مؤول يا استاذ محسن، مصدر مؤول من مؤول فعل الماضي، من فعل الماضي نقدر نقول ان هو في محل نصب مفعول مطلق. تمام. مزقة الشمل وتمزيقة. تمزيقة. نعم. تمام. والشمل طبعا نائب فاعل. نعم. اذا الشاعر اراد ان يثبت هنا استاذ محمود، نعم، في قوله يا نعم. صخرة العهد أبت إليك. نعم. هو يخاطب هذه الصخرة قائلا إذا كنت في يوم من الأيام صخرة للقائي بمن أحب فقد أصبحت صخرة للعهد، ولا بد من وفاء تلك العهود، وقد عدت إليك متمزق، أو علاقتي بمحبوبتي مزقة كل تمزيق. هو تعهد مع محبوبتي على نعم. الصخرة. تمام. من الممكن أن نقول أنه يريد العودة إليها ليتعهد معها من جديد. نعم. يجدد العهد باللقاء مرة أخرى. نعم. حتى ولو كان بمفرده. حتى وإن كان بمفرده. كاستدعاء للذكريات أصلاً. تمام. تمام. والحنين إلى مواطن الذكريات هي سمة من سمات جماعة. تمام. أبو. الحنين إلى مواطن نعم. الذكريات. وشوف قف نبكي. تمام. ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء. اوقفوا شويه عشان نعيط. تمام. طب انت هتعيط ليه؟ يقول لك اصل كان في حبايب ساكنين هنا بس سابوا المكان ده وراحوا يرعوا ايه في مكان تاني، او هاجروا الى مكان تاني، عشان حياه المواطن العربي في الجاهليه اي مع الحل والترحال. تمام. اوقفوا نعيط شويه من ذكرى حبيب ومنزلي. تمام. بسقط اللوى بين الدخول فحومالي. يبقى اللي هي مواطن الذكريات. نعم. حتى لو هو بصص على المكان ومش هيلاقي محبوب. تمام. طيب احنا معنا اسماء من الجيزة. السلام عليكم يا اسماء. عليكم السلام. اهلا بيك. اسئلتك اهلا بحضرتك. تفضلي الاسئلة. عندي اسئلة في نص فترة الملتقى. تفضلي. السؤال الاول، ما رأيك في الصلة الشعورية بين شطري البيت الثالث معللا؟ ما رأيك في الصلة الشعورية البيت الثالث اللي بيقول ايه؟ اللي هو بتاع هل الشمس قد خضبت وخلت به دمها. نقول هل الشمس قد خضبته. تمام. هل الشمس قد خضبته. طيب في سؤال تاني. وخلت به دمها. يعد مذهب مطران مرحلة انتقالية بين الكلاسيكية الجديدة والرومانسية. وضح. لا ده طيب هو ده في المنهج القديم. ده في المنهج القديم، ولو عندك في ملزمة ولا حاجة اشطبي عليه. يا اسماء ده في المنهج القديم، مش عليك السنة دي حبيبتي. طب في سؤال تاني. اتفضلي. في هذه القصيدة تتجلى ذاتية التجربة في مرحلتين، وضحهما. تمام. طيب ده سؤال سريع دوت يا اسماء، يعني هو تتجلى ذاتية التجربة. هو الشاعر إبراهيم ناجي بيتكلم عن تجربته هو ولا تجربة حد تاني؟ لا عن تجربته. يبقى هي تجربة ذاتية. بس طب المرحلة الأولى والمرحلة التانية تسمعها من الأستاذ محمود بقى. طيب المرحلة الأولى مش هو كان بيتكلم عن صخرة الملتقى؟ يعني كان بيتكلم على لقائه بمحبوبته على ظهر هذه الصخرة، وخدوا خبرات الحب والحياة واعترفوا بالحب وهكذا. تمام. المرحلة الأخرى هي مرحلة العهد، أصبحت صخرة هذه الصخرة صخرة العهد، فيها عهد أو عليها عهد باللقاء مرة أخرى كما قال الأستاذ محسن حتى وإن كان وحيد. خلي بالك معايا بالنسبة للسؤال الأول، ما رأيك في الصلة الشعورية بين شطري البيت نقول هل الشمس قد خضبته، ده جاية بطريق غير مباشر عشان يقولك هل خضبته، دي بتناسب الجو النفسي ولا لا. طبعا تمام. مش بتختلف مع الجو النفسي. تمام. لكن دمها المهرقة بتوافق الجو النفسي لأن الدماء المسكوبة تدل على الأحزان والآلام. تمام. فهمت كده يا اسماء؟ سؤال تاني. فهمت. طيب سؤال تاني. آخر سؤال بقى، ما للشعر لاستخدام اللغة استخداما جديدا. سمة من سماتهم بيستعملوا اللغة استعمالا جديدا، ويمكن في البيت الثاني اللي هو البيت اللي قدامنا حتى يا استاذ محمود. تمام. اللي هو ايه، صخرة العهد برضو ده استخدام جديد. صخرة العهد. نعم. برضو يعني لما هيقول حبال الهوى استخدام جديد. مشيب الفؤاد. نعم. في مشيب الفؤاد برضو. نعم. مشيب الفؤاد. مشيب الفؤاد. الله ينور عليك. الفؤاد. تمام. مشيب الفؤاد. تمام. يعني جابوا استخدامات جديدة لم يأتي الشعراء قبلهم بهذه الايه. نعم. الاستخدامات. حتى على وجه العموم مثلا ممكن بعض دواوينهم لما نفتحها يقول لك العطر القمري. تمام. الشفق الباكي. نعم. الجنة الضائعة.
أخذت بالك. تمام. فده بيدل على استخدام جديد للغة. وكمان يا أسماء لما قال نرى الشمس ذائبة في العباب وقال وننتظر البدر. طبعا ننتظر البدر ده استعمال جديد. جديد. تمام؟ تمام. طيب عندك أسئلة تانية يا أسماء؟ لا شكرا لحضرتك. ربنا يوفقك إن شاء الله. أستاذ محسن، ويا صخرة العهد أبت إليك وقد مزق الشمل ما مزق. تمام. قلنا أبت بمعنى عدت أو رجعت، والمادة بتاعتها أوبة والمصدر إياب. تمام. وعاد إليها الشعر ممزقة، يعني أو ممزق الوصل بينه وبين محبوباته. محبوباته. وهذا ليس بيدي وإنما بيد عمرو. بيد عمرو. عشان كده قال مزقة. هو أتى بالفعل مبنيا للمجهول. للمجهول مرتين. لأن مرتين. مزق الشمل ما مزق. لتأكيد ماذا أستاذ محمود؟ لتأكيد أن هناك يدا خفية قد فرقت بينهم. تمام. يعني نعم. الطالب لما يقول لك لتأكيد أن الفراق وقع بيد مجهولة. يا ماشي. نفس الكلام. تمام نفس الكلام. طيب. إحنا منحفظش يا أستاذ محسن. تمام. معدين. تمام. نفهم أولادنا. مزق الشمل استعارة مكنية فيها تجسيد. تمام. صور الشمل وكأنه خصيصة من خصائص. خصيصة من خصائص مدرسة أبولو. تمام. وهي التجسيد في الصورة الشعرية. أما كلمة ما يا أستاذ محسن فهي تفيد التهويل. نعم. مزق الشمل ما مزق. تمام. يعني ليس تمزيقا بسيطا وإنما تمزيقا يا شديد. صخرة العهد. نعم. لون بياني. نعم. استعارة مكنية سر جمالها التشخيص. شبه الصخرة صخرة العهد بإنسان ينادى. ينادى. تمام. والنداء هنا للتمني. نعم. وتمني مشوب بالحسرة. تماما. ويا صخرة العهد أبت إليك، شبه الصخرة بإنسان يعاد إليه. نعم. استعارة مكنية سر جمال التشخيص. تمام. وامتداد الصورة. شبه الصخرة بوطن يعاد إليه. تمام. استعارة مكنية سر جمالها توضيح المعنى. تمام. طيب ويا صخرة العهد أبت إليك، يبقى هو محتاج إليها. نعم. لأنها كانت مصدر متعة بالنسبة له، تعود إليها يا شاعر وليست هناك محبوبة، أستريح حتى ولو كانت. نعم. المحبوبة. وهو امتزاج بالطبيعة أيضا. تمام. والامتزاج بالطبيعة في الصخرة. تمام. ده على صخرة العهد. نعم. هو جزء من الطبيعة. تمام. نعم. وقد مزق الشمل ما مزق. نعم. طب هو رجع لها ليه يا أستاذ محمود؟ عشان يوريها شيب الفؤاد الشهيد. تمام. تمام. ورجع عشان يوريها حاجة تانية برضو. الشيبة ما كلل المفرق. تمام. نعم. أريكي يعني أطلعك على. نعم. خليك تشوفي. تمام. مشيب ده مصدر ميمي بمعنى. نعم. شيب. شيب. والفؤاد يعني القلب. هل يشيب القلب أستاذ محمود؟ استعارة مكنية، صور القلب وكأنه إنسان يشيب. وطبيا وواقعيا متى يشيب القلب؟ إذا كانت هناك آلام شديدة تجعل قوة القلب على التحمل ضعيف. وهذا ما حدث للشاعر أستاذ محسن. تمام. من الآلام النفسية. الذي يعاني منه. هو عنده 28 سنة. تمام. ويبقى القلب بتاعه ضعيف نخو وضعيف على هذه الصورة. نعم. نعم. وكأنه يعني يحدث الصخرة بذلك ألما وتحسرا. ما هو الحب قوي وأنا مش قادر أواجه العاصفة بتاعتي. نعم. تمام. فلذلك مش قادر يواجه العاصفة. أثر على مين؟ أثر على القلب عنده. تمام. عضلة القلب. تمام. طيب أريك مشيب الفؤاد الشهيد والشيب والشيبة. تنفع الاثنين. تنفع الاثنين يا أستاذ محمود. تمام. باستعمال كلمة ما أو بنوع كلمة ما، يعني طيب. لو كانت ما نافية. يبقى والشيبة ما كلل المفرق. والشيب ما كلل. والشيب ما يعني هو وردت في الديوان بتاعه. تمام. والشيبة. تمام. ما كلل. نعم. هم قالوا ايه بالنسبة لكلمة ما؟ قالوا موصولة بمعنى الذي. تمام. او ان هي نافية. نعم. ولكنهم رجحوا النفية لان الشاعر لم يبلغ سن 30. نعم. تمام. عندما قال هذه الابيات. نعم. كلل يعني توج وزينه. نعم. المفرق هو موضع فرق الشعر من الرأس. تمام. وهنا مجاز مرسل كما سيتضح. نعم. إذن أراد الشاعر أن يقول في هذا البيت أستاذ محمود يقول إنه عاد إلى تلك الصخرة ليريها أن قلبه قد أصابه المشيب إلا أن شعره لم يشب بعد. تمام. نعم. أريكي استعارة مكنية سر جمالها التشخيص. شبه الصخرة بإنسان يرى. تمام. أو يرى. يرى. نعم. الأشياء. مشيب الفؤاد استعارة مكنية سر جمالها التشخيص. شبه الفؤاد بإنسان يشيب. ثم عاد وأتى بصفة من صفات المشبه به وهو شهيد. تمام. ويجمع الشهيد على شهداء وأشهاد. أما شاهد فيجمع على شواهد. شواهد. تمام. الشيب كلل، يبقى شبه الشيب بإنسان يكلل، أي يضع الإكليل والتاج على الرأس. تمام. استعارة مكنية سر جمالها التشخيص.
كلل المفرقة، يبقى شبه المفرقة بإنسان يكلل. إذن شبه الشيبة بإنسان يكلل، وشبه المفرقة بإنسان يكلل. تمام. يبقى أنا قدام خيال مركب. مركب. تمام. تمام. نعم. خيال مركب. طب هو الشيبة هيكلل المفرق ولا هيكلل الرأس كلها؟ الرأس. يبقى المفرق مجاز. مرسل علاقته الجزئية. وسر جمال المجاز طبعا الإيجاز. الإيجاز والدقة في اختيار العلاقة مع المبالغة المقبولة. المقبولة. تمام. شكى أسره في حبال الهوى. تمام. وود على الله أن يعتق. شكى. من الذي شكى أستاذ محسن؟ القلب. القلب. القلب شكى. تمام. شكى يعني تألم وتوجع. نعم. والمضاد رضي. أسره يعني ذله وهوانه. تمام. في حبال الهوى أي في قيود الحب. نعم. وود على الله أي تمنى من عليه. الله. نعم. أن يعتق يعني أن يحرر ويطلق. فماذا أراد أن يقول في هذا البيت؟ يقول إن قلبه حينما كان يشعر بالحب تجاه تلك المحبوبة كان يحس أنه كالأسير الذي وقع في حبال الحب، وكان يتمنى في ذلك الوقت أن يعتق من ذلك الأسر ومن هذا الحب الذي يسيطر على قلبه. حبال الحب يبقى الحب قوي. تمام. مأيده. نعم مأيده. ونفسه أنه هو يستريح من هذا الحب. بالفعل. يعني نفسه ينسى حبيبته. تمام. طيب هو تمنى من الله أن يحرر من هذا الأسر. نعم. يعني ينسى المحبوبة. شكى أسره. استعار مكنية. استعار مكنية شبه القلب بإنسان يشكو. نعم تشخيص. وشبه القلب بإنسان يؤسر. تمام. ده خيال ممتد. تمام. طيب حبال الهوى تشبيه بليغ. تشبيه بليغ. شبه الهوى بالحبال. بأنه حبال. نعم. الهوى بأنه حبال. وده في تكسير. سر جمال التكسير. تمام. ود على الله يعني تمنى من الله أن يعتق. نعم. طب هنا ده خبر لفظا إنشاء معنى غرضه الدعاء. يعني قال يا رب حررني من هذا الحب. نعم. يا رب أنساها ومعدش افتكرها أبدا. تمام. فعندما تستجيب له الأقدار يشعر أن حياته لا طعم لها ولا لون بدون هذه الذكريات المؤلمة، وهذا ما يثبته البيت الأخير. يقول فلما قضى الحظ فك الأسير حن إلى أسره مطلقة. لما حينية. تمام. تفيد معنى الظرفية. نعم. الزمانية. قضى يعني حكم. الحظ يعني النصيب. تمام. فك يعني تحرير. الأسير يعني المقيد. نعم. حن يعني ماله، والمضاد كره يعني حن اشتاق. اشتاق. والمضاد كره إلى أسره يعني ذله وهوانه مطلقا يعني أبدا أو دائما. نعم. وقد تكون يعني نائبا عن المفعول المطلق، والتقدير حن إلى أسره حنينا مطلقا أو حنينا مطلقا. نعم تمام. إذن ماذا أراد الشاعر أن يقول في هذا البيت الذي أسلوبه أتى خبريا؟ نعم يقول إنه حينما استجابت له الأقدار وفك الله أسره من ذلك الحب إذا به يحن للعودة أسيرا ليس لأيام قليلة وإنما طوال حياته. يعني زي القط ما يحبش اللي خناقه. بالفعل. تمام. نعم. طب ايهما اجمل، قضى الحظ ام قضى الله؟ طبعا هو قضاء الله يعني في كل الاشكال عظيم، ولكن في هذا البيت الادق في الدلاله على المعنى قضى الحظ. تمام. لماذا؟ ليه؟ لان قضاء الله لا رجعة فيه. تمام. فالله لا رد لقضائه. تمام. يعني ما ياخدش قرار تاني. لكن نعم. الشاعر خد قرار تاني. بالفعل. الشاعر خد قرار ان هو يحن للاسر مطلقا. بالفعل. هو طلب اولا يا استاذ محسن ان يفك من اسره. تمام. ثم حن الى اسره مره اخرى. اذا رجع في كلامه. يعني وجد قيمه لهذه الذكريات المؤلمه وكانها تعطي طعما لحياته. نعم. يعني زي بالظبط كده عيل صغير بنقول حشو عني، ده الولد ده مصدر قلق. تمام. وبعدين تقعد تلاقي الدنيا هاديه، تقول هاتوه هو فين فلان، هاتوه عامل فراغ. عامل فراغ. تمام. عامل فراغ. تمام. يعني يستعذب الانسان ساعات مننا يستعذب الالم. هذا ديدا بالرومانتيكيين. تمام. نعم. بيستعذب الالم. نعم. انا عارف ان الاستاذ محمود لما هصلي ورايه التراويح انا هبكي بكاء يعني كثيرا، ولكن بصلي وراه. ليه؟ لأنني أشعر براحة نفسية. هو مع الذكريات المؤلمة يشعر براحة نفسية. طب خلاص أنت استريحت لأنك نسيت حبيبتك، يقولك ما لقيتش الحياة طعم ولا لون بدون إيه؟ بدون هذه الذكريات المؤلمة. فقررت مش هتنزل عنها هذه الذكريات المؤلمة. تمام. أبدا ما ما يكون. ولذلك حن مرة أخرى. حن إلى أسره. نعم. مطلقة. إذا نقول لأولادنا يا أستاذ محسن لو جالهم سؤال يقول أيهما أدق في الدلالة على المعنى المراد،
قضى الحظ فك الأسير أم قضى الله فك الأسير؟ كتير من أبنائنا الأعزاء طبعا بيميلوا إلى قوله قضى الله، لأن بيقولوا طبعا قضى الله، الله هو اللي بيقضي، الله اللي بيقضي طبعا. لكن بنقول أدق في الدلالة على المعنى المراد يبقى قضى الحظ. لماذا؟ لأن قضاء الحظ ربما يرجع فيه، أما قضاء الله فهو نافذ. وطبعا قضى الحظ استعار مكنية سر جمالها التشخيص. نعم تمام. شبه الحظ بإنسان يفض، وشبه الحظ مرة أخرى بإنسان يفك، بخيال ممتد. تماما. والأسير ده ممكن يبقى كناية عن موصوف، وممكن يكون استعارة تصريحية. الله ينور عليك. حن إلى أسري استعار مكنية سر جمالها التشخيص، شبه الأسرى بإنسان يحن إليه. تمام. أيهما أجمل، شهيدا أم شريدا؟ تمام. القلب الشريد ولا القلب الشهيد؟ هو هنا محسن لو قال القلب الشهيد، لو الطالب قال كده القلب الشهيد أريك مشيب الفؤاد الشهيد، لو قال ذلك لأن هذا الوصف للقلب يدل على سمو الهدف، وأنه كان يسعى إلى حب عظيم نبيل استشهد وضحى بنفسه من أجله، للتضحية، عظمة التضحية، عظمة التضحية، فذلك صحيح. تمام. ولو قال الطالب الشريد أجمل من الشهيد لأن قلبه كان مشردا بضياع ذلك الحب وغياب المحبوبة عنه وعن مشاهدته إياها، ولو قال القلب الشهيد يعني ذلك أن قلبه قد مات، فإن إجابته يقبل صحيح. رأي الطالب طالما معللا. تمام. طالما معلل ويقنع فهو مقبول من الطالب. ما زال في الوقت بقية؟ ما زال في الوقت يعني دقائق معدودة. أستاذ محسن، نريد أن نعقب على هذه القصيدة الرائعة التي نعم. تحدث فيها إبراهيم ناجي عن مشاعره وعن هذا الحب الذي تحدث عنه. هل كان ذلك هو الأساس الذي يعبر عنه شعراء الرومانتيكية كلهم عن المشاعر أستاذ محسن التي تتحدث عن الحب فقط، أم الاتجاه الوجداني يعني شيء آخر؟ هو اتجاه وجداني، هو عنده غزل. تمام. بس الغزل بتاعه ده، الغزل بتاعه ليس غزلا صريحا. نعم. وإنما هو غزل عفيف لا يصف محاسن المرأة وأوصاف المرأة الجسدية. تماما. وإنما يتحدث عن المرأة من خلال طبيعتها ومن خلال علاقته الذاتية بها، فتجربة الشاعر كما أشرت كانت تجربة ذاتية سواء مع صخرة الملتقى أو مع صخرة العهد. يعني لو قلنا الغرض الذي يعبر عنه الشاعر في هذه الأبيات يا أستاذ محسن هنقول الغزل، الغزل ولكن العفيف. الغزل العفيف. تمام. وهنقول التطور اللي أصاب الغزل على أدين الشاعر، ولكن بعد ما ناخد أميرة من البحيرة. السلام نعم. عليكم يا أميرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك عاملة إيه؟ الحمد لله. إيه استفدتي من الحلقة دي يا أميرة؟ طبعا كتير. طب الحمد لله. يعني ان شاء الله لو جالك اي سؤال في صخره الملتقى باذن الله او المدرسه مدرسه ابولو هتعرفي تجاوبي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اسئلتك بقى عشان احنا كمان نعرف نجاوب يا امير. انا عندي سؤال نحو، انا عاوزه اقارن بين اعراب كلمتين. اتفضلي. ايها الطالب اتبعها تعليمات معلميك. ايها الطالب اتبعها، اتبعها تعليمات معلميك. تجاوبتها مع الاستاذ عبد العالي. وايها الطالب اتبعها تعليمات مهم. اتبعها تعليمات ايه؟ مهمة. لا الاولانية. بصي لا هي عايزة تفرق ما بين كلمة تعليمات في الاتنين. بصي يا اميرة احنا السؤال ده جي قبل كده واحنا جاوبنا عنه. الاولانية هي بدل، الجملة التانية جملة فاسدة. يعني ايه جملة فاسدة؟ يعني المعنى بتاعها فاسد. يعني ايه فاسد؟ يعني ملهاش معنى. يعني ايه ايها الطالب اتبعها تعليمات مهمة؟ قولي لي يعني ايه؟ هذه فزلكة لا قيمة لها. وقولي لكل اللي يعني احنا مش عايزين طبعا يعني احنا والكلام ده بيدخلك في دايرة صعبة يا بنت كده، انت يعني نربأ بك عنها خدت بالك. لكن الجملة الاولانية تجيلك وممكن نقول بدل. الجملة الاولانية تجيلك اتبعها. الضمير هنا ها يعني هو مين؟ التعليمات بتاع المعلمين. اذا كلمة تعليمات بدل من الهاء في كلمة التبع، فهنقول هي بدل منصوب وعلامة النصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. إنما التبعها تعليمات مهمة دي جملة فاسدة عمرها ما تجيلك بالشكل لأن جملة ملهاش أي معنى. يعني هل عندك سؤال تاني؟ حاجة كده تبقى يعني أنا عايزة أكشف في المعجب عن كلمة قوانين في قننة. قانون قننة هي قنة بالتضعيف التضعيف تبقى قننة. طيب في سؤال تاني؟ لا شكرا. ربنا يوفقك ان شاء الله. طيب استاذ محسن الغزل نعم. وهو الغرض الذي ينتمي اليه ذلك النص، الغزل العفيف ازاي اتطور
على ايدين ابراهيم ناجي في هذه القصيدة؟ طبعا هو اضاف اليه عنصرا لم يكن عند القدماء. تمام. الا وهو الجانب النفسي. تمام. والجانب النفسي اتى به الشاعر لانه طبيب درس علم النفس، ولو كانت دراسته لعلم النفس ليست يعني على جهة الاستقصاء، إلا أنه أجاد التحليل النفسي، وذلك من خلال اندماجه وامتزاجه مع الطبيعة. نعم. فهو بالفعل أضاف الجانب النفسي للإيه؟ نعم. لهذا الغزل. يعني أضاف الجانب النفسي إلى الغزل معبرا عنه من خلال الطبيعة. نعم. وهذا هو التجديد في ذلك الغرض. نعم. إذن من السمات، ولذلك هو بيقول ايه يا استاذ محمود؟ نعم. أم الغرب كالقلب دام الجراح. نعم. في الاول جاب وصف ساعة ما قال نقول هل الشمس قد خضبته. تمام. لما شاهد المية ملونة بلون الدماء اللون الاحمر كان انعكاس منظر الغروب عليها. تمام. نعم. ده وصف طبيعي. تمام. اللي هو وصف كما رأى. نعم. نقول هل الشمس قد خضبته وخلت به دمها المهرب. نعم. ده وصف طبيعي كما نظر إليه وشاهده. كما نظر إليه. نعم. لكنه أضاف العنصر النفسي عندما قال أم الغرب كالقلب دام الجراح له طلبة عز أن تلحقها. نعم. معناها إيه؟ إن هو جراحه دامية. نعم. طب الجرح جاي منين؟ من خلال فقدان الهدف. نعم. والهدف هو المحبوب. تمام. أستاذ محسن، كنا نتمنى أن يستمر اللقاء بحضرتك مع هذه المعلومات المهمة، لكن الوقت الجميل يمر سريعا، لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا نتقدم نحن ومن يشاهدنا من أبنائنا الطلاب لحضرتك بخالص الشكر على المعلومات شكر المهمة الله والجميلة في هذه الحلقة. شكر الله. كمان بنتقدم بخالص الشكر إلى القائمين على هذا العمل من أجلكم أبنائي الطلاب. أيضا الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. إن شاء الله يعني نوعدكم بلقاء آخر في الأسبوع القادم، وحتى حين ذلك اللقاء دمتم دائما في نجاح وتفوق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.